أصول، خصوم، مصروفات، إيرادات، حقوق ملكية. أصول، خصوم، مصروفات، إيرادات، حقوق ملكية. تمام. تعالى بقى نشتغل على المحاضرة بتاعتنا بتاعت النهاردة اللي هو بداية العمل. إحنا عندنا زي ما اتفقت معاك قبل ما ينزل الجدول خالص، وأنا قلت لك المنهج بتاعك متقسم ليه؟ سواء في المحاسبة أو في الرياضة. قلت لك إن الجزء يعني الأول عندنا، والحمد لله لما نزل الجدول شفنا أسماء الدكاترة واللي إحنا قلناه طلع صحيح. الجزء الأول قلت لك أي مادة بتتقسم لجزئين. الجزء الأول هو جزء الدكتورة هالة الخولي. الجزء الثاني جزء الدكتور أحمد الصباغ. ده الجزء الأول وده الجزء الثاني. معنى إن المادة بتاعت الجزئين، الجزء الأول عليه 50% من الامتحان، والجزء الثاني عليه 50% من الامتحان. كل واحد بيبقى ليه 50% من الامتحان. يا أستاذ بو، اقفل الكاميرا يا حبيبي. أنت فاتح لي الكاميرا، أنا هعمل بقى إيه طيب؟ اقفل الكاميرا. دوس على الكاميرا من تحت هتلاقيها. يا آية، آية مجدي. نعم. بعد إذنك أي حد يفتح كاميرا يفتح مايك بدون ما تقولي له. يا تخرجي على طول. عايزين تركيز في المحاضرة بعد إذنك، ماشي؟ فإحنا عندنا الجزء الأول هو جزء الدكتورة هالة الخولي، والجزء الثاني هو جزء الدكتور أحمد الصباغ. معنى إن المادة بتاعتك تتقسم لجزئين، يعني كل واحد ليه 50% من الامتحان. تمام. الجزء اللي هناخده في جزء الدكتورة هالة هتدينا قيود اليومية، وهتدينا دفتر الأستاذ. الجزء الثاني اللي هو جزء الدكتور أحمد الصباغ هيدينا ميزان المراجعة، وهيدينا قائمة الدخل، وقائمة المركز المالي، وهيدينا التسويات الجانبية. ده المنهج بتاع كل الدروس بتاعة المنهج بتاع بشكل كامل. بالنسبة لميزان المراجعة، ميزان المراجعة المفروض يتحط مع دفتر الأستاذ، يعني المفروض بيتحط في الجزء الأول. بس دايماً يعني الدكتورة هالة الخولي هي بقى لها بالظبط ده تالت ترم تمسك المادة. كانت ماسكة قبلها مادة اسمها مادة بحوث عمليات، في الترم السادس مادة رياضة أصلاً مش محاسبة، رياضة بحتة وفيها جزء من التكاليف. تمام. طبعا انت يعني اكيد عندك المعلومه دي ان اي دكتور ممكن يمسك اي ماده عادي جدا، عشان في كلام عبيط كده بيتقال، واي دكتور يمسك اي ماده عادي. هو تغييرات كل ترم اصلا بيحصل تغييرات. يعني الدكتوره هالة الخولي حاليا دلوقتي بتدي المحاسبه، قبلها كانت بتدي الرياضه. دكتور احمد الصباغ حاليا دلوقتي بيدي المحاسبه، قبلها كان بيدي ماده اسمها اساسيات مراجعه، ماده نظري اصلا. تمام. فبيحصل تغييرات. فاحنا عندنا الدكتورة هالة الخولي بقى لها ثلاث ترمات، الدكتور أحمد الصباغ من الترم اللي فات بس. فاللي حصل إن الدكتورة هالة الخولي دايماً لما بتيجي تشرح الجزئية بتاعتها بتشرح قيود اليومية ودفتر الأستاذ فقط. فلما جه الدكتور أحمد الصباغ قال إن ميزان المراجعة المفروض يتاخد تبع دفتر الأستاذ، لأنه هو فعلاً هو بيطلع من دفتر الأستاذ على ميزان المراجعة. فلما لقى الدكتورة هالة الخولي ما شرحتهوش فهو شرح. فعشان كده نزل مع الجزء الثاني. هنشوف الترم ده، طبعا الكلام ده لسه قدام شويه، انتوا لسه اول محاضره ان شاء الله الجمعه الجايه. فهنشوف الكلام ده هيتم على ايه. دكتور هالة الخولي هتشرح لكم دفتر الاستاذ بتوعك، واحمد الصباغ يبدا بميزان المراجعه، ولا هيعملوا زي الترم اللي فات ويدخل مع الجزء الثاني. تمام. هنبدا بقيود اليوم. اللي هو الجزء الاول اللي هو بتاع الدكتوره هالة الخولي. دلوقتي احنا عندنا القيود اليوميه
بتتكلم على ان انا عندي حساب بعمل قيد يومية من حساب والى حساب. الاثنين دول كده اسمهم نظرية القيد المزدوج. يعني ايه نظرية القيد المزدوج؟ نظرية القيد المزدوج ان انا العملية المالية ليها طرفين، طرف اسمه من حساب وهو الطرف المدين، والطرف الثاني اسمه الى حساب وهو الطرف الدائن. تمام. يبقى انا القيد اليومية بتاعي اي عملية مالية بتتكون لما اجي اعمل لها قيد يومية بتتكون من طرفين، العملية الواحدة بيتعمل لها طرفين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سيادتك ما ينفعش تعمل من حساب بس، ولا ينفع تعمل الحساب بس، لا، انت الحساب بتاعك اي عملية مالية بتتكون من طرفين، طرف مدين وطرف دائن. المدين بنقول عليه من حساب، والدائن بنقول عليه الى حساب. طيب دفتر اليومية هو عبارة عن حساب بالشكل ده، جدول بنحط هنا كلمة منه، وبنحط هنا كلمة له، وبنحط هنا خانة البيان، وهنا خانة التاريخ، وهنا رقم القيد، وهنا رقم دفتر الأستاذ. كلمة منه هي عبارة عن الطرف المدين، كلمة له هو عبارة عن الطرف الدائن. طيب هل الحل بتاعنا الجدول؟ لا، الجدول ده معلومة ليك انت، عشان عيب قوي لما تكون في كلية المحاسبة في كلية تجارة ما تعرفش دفتر اليومية شكل دفتر اليومية عامل ازاي. الجدول ده معلومة لينا احنا، لكن احنا مش هنحل في الجدول ده. اللي سمع شرح في الجدول ده قول له انت عبيط، ما تعرفش حاجة، ما تعرفش حاجة عن الجامعة. ليه يا حاج؟ لان الامتحان بتاعك بابل شيت. بابل شيت هو عبارة عن اختيارات فقط. يعني السؤال هيجي لك، اي سؤال هيجي لك قيد اليومية ده هيبقى في الاختيارات، شفته صح علم عليه وشكرا. لا في جدول، ولا هتعمل جدول، ولا هتقعد تسطر جدول، ولا منه، ولا له، ولا شرح قيد، ولا تاريخ قيد، ولا رقم قيد، ولا كل ده. كل الجدول ده بالنسبة لك معرفة ليس إلا معلومة ليك. لكن كامتحان مفيش جدول، مفيش جداول. الامتحان بتاعك كله اختيارات. هتشوف السؤال، اختار الإجابة، الامتحان خلص. لا هترسم جدول، ولا بتقعد تسطر، ولا شرح قيد، ولا منه، ولا له، ولا كل الكلام ده. اتفقنا؟ يبقى الجدول ده بالنسبة لنا معلومة فقط. تمام. طيب يبقى احنا كده أي سؤال عندنا في القيود اليومية في الجزء الأول كله بعمل له قيد يومية، والقيد بتاعي بيكون حاجة اسمها طرف مدين وحاجة اسمها طرف تاني. الطرف المدين بنقول عليه من حساب، والطرف الدائن بنقول عليه الى حساب. طيب قال انت عندك بقى حاجة اسمها طبيعة الحساب. حاجة اسمها ايه؟ طبيعة الحساب. يعني ايه طبيعة الحساب دي يا حاج؟ طبيعة الحساب دي معناها ان احنا عندنا حاجات اساسية بتتحط في الطرف المدين، وحاجات اساسية بتتحط في الطرف الدائن. تاني معلش، أنا قيد اليومية بتاعي بيتكون من طرفين، طرف اسمه الطرف المدين، وطرف اسمه الطرف الدائن. عندي حاجة أساسية اسمها طبيعة الحساب. إيه طبيعة الحساب دي؟ إن إحنا عندنا حاجات أساسية بتتحط في الطرف المدين، وحاجات أساسية بتتحط في الطرف الدائن. تمام، إيه هما دول؟ تعالى نمسكهم واحدة واحدة. يبقى ده كده اسمها طبيعة الحساب. أنا عندي الأصول وعندي المصروفات، وعندي المشتريات، وعندي الخسائر،
وعندي المسحوبات. كل كلمة اعكسها قدامها عشان أسهل عليك. كل كلمة اعكسها قدامها. الأصول عكس الأصول الخصوم. المصروفات عكسها الإيرادات. المشتريات عكسها المبيعات. الخسائر عكسها الأرباح. المسحوبات عكسها رأس المال. تمام. يبقى أنا كده عندي خمسة وعكسهم. أنا قلت لكم أكتر من مرة إن أنا ضد فكرة الحفظ. أنا عايز فاهم مش حافظ. إلا الحاجة دي بالأخص، طبيعة الحساب. طبيعة الحساب دي تحفظها صم زي اسمك. لغاية إن شاء الله ما تتخرج. إن شاء الله كل مادة فيها محاسبة هتبقى فاكر طبيعة الحساب. فإحنا عندنا الخمسة دول طبيعتهم مدين. يعني الأصول طبيعتها مدينة، المصروفات مدينة، المشتريات مدينة، الخسائر مدينة، المسحوبات مدينة. ومعنى كلمة مدينة قلنا اللي هي إيه؟ اللي هي من حساب. ودايما المحاسبة بتاعتنا دونت ميكس كل حاجة والعكس. يعني إيه؟ يعني الخمسة دول مدين، يبقى اللي عكسهم الخمسة دول دائن. يعني إلى حساب. يبقى أنا كده عندي الخمسة دول أساسيين بيتحطوا في الطرف المدين، والخمسة دول أساسيين بيتحطوا فين؟ في الطرف الدائن. وهنعرف دلوقتي لما ندخل بقى في المنهج والأرقام هتعرف ليه بيتحطوا أصلا في المدين وليه بيتحطوا في الدائن. بس أنا المهم عندي إنك أنت تكون حافظهم من دلوقتي. يبقى إحنا عندنا الخمسة المدينة، مين هما؟ الأصول، المصروفات، المشتريات، الخسائر، المسحوبات. طيب الخمسة الدائن مين هما؟ الخصوم، الإيرادات، المبيعات، الأرباح، رأس المال. تاني معلش، الخمسة المدين مين هما؟ أصول، مصروفات، مشتريات، خسائر، مسحوبات. دول بيتحطوا في الطرف المدين. الخمسة اللي في الدائن عكسهم، الأصول عكسها الخصوم، المصروفات عكسها الإيرادات، مشتريات عكسها مبيعات، خسائر عكسها أرباح، المسحوبات عكسها رأس المال. تمام. قال أنت عندك معلومة ثابتة، إيه هي؟ إن طبيعة الحساب ليها شكلين. إيه هما؟ إن هي ممكن تزيد وممكن تنقص. وقت ما تزيد تفضل زي ما هي، لو نقصت العكس تتعكس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما اجي اقول لك الاصول طبيعه الحساب الاصول، ما قلتلكش لا زياده ولا نقص. طبيعه حساب الاصول تقول لي مدينه. طب طبيعه حساب الاصول لما تزيد، طالما زادت تفضل زي ما هي، هي طبيعتها ايه؟ مدينه. طب طبيعة حساب الأصول في حالة النقص، نقصد يبقى تتحول لدائنة. افتكر دايما نقصد دي باللي يطلع من داره يتقل مقداره، بنعكسه. اللي ينقص نعكس طبيعة الحساب بتاعه. طيب يعني معنى كده ان اللي بيقول لنا اللي يزيد دايما مدين غلط؟ اه غلط. ما يفهمش يعني ايه محاسبة. ما فيش حاجة اسمها اللي يزيد دايما مدين واللي ينقص دايما دائن. دي معلومة غلط. ليه؟ ما انت لو بصيت اهو رأس المال، رأس المال طبيعته اصلا ايه؟ دائم. طب لو زاد يفضل زي ما هو ايه؟ دائم. لو نقص يتحول لمدين. لو بصيت ايه للمبيعات؟ المبيعات طبيعتها ايه؟ دائم. طب لو زادت؟ دائم. طب لو نقصت تتحول لمدين. يبقى قاعدة ثابتة تحطها في دماغك، ان طبيعة الحساب ايه؟ في حالة الزيادة اللي مدين يفضل مدين واللي دائم يفضل دائم. في حالة النقص يتعكس، اللي مدين يبقى دائم واللي دائم يبقى مدين. طيب حلو قوي. طب هل ده ممكن يجي لنا في سؤال نظري في الامتحان؟ اه. في عندنا أسئلة من ضمن الأسئلة الثابتة، أنا دايما هتابع معاك أسئلة الامتحان، عود نفسك دايما الله يكرمك، أنت ترمي أول عايزك تمشي صح. اتعلم من أخطاء غيرك واعمل الصح. إيه هو؟
اي سؤال، اي محاضره، اي مساله، اي معلومه تعرفها ارجع للامتحان وشوف شكلها في الامتحان ازاي. عود نفسك على كده معايا. انا دايما هتلاقيني في كل محاضره بقول لك في الامتحان جات لنا ايه، ده لازم. تمام، ايه الاسئله اللي ممكن تيجي لنا في الامتحان؟ ممكن يجي سؤال ويقول لي ايه طبيعه حساب المشتريات. ركز كده معايا، طبيعه حساب المشتريات، ويجيب لي في الاختيارات مدينه ولا دايره. المشتريات طبيعتها ايه؟ مدينه. طيب سؤال تاني، طبيعه حساب الاصول في حاله النقص. تاني معلش، طبيعه حساب الاصول في حاله النقص. طب طبيعه حساب الاصول اصلا ايه؟ مدينه. طب في حاله النقص تتحول لايه؟ لدائنه. طيب تعالى بقى معلومه على جنب ليك انت بقى، ملهاش علاقه بالامتحان، هو ينفع الحاجات دي تزيد وتنقص اصلا؟ اه طبعا، كل حاجه من دول معرضه للزياده والنقص. ازاي يا حاج؟ ما احنا بنقول ان الاصول هي ممتلكاتي، هي عباره عن اراضي ومباني والات وعقارات وسيارات وبضاعه. انا عندي حته ارض، اشتريت حته ارض ثانيه، اشتريت عربيه، ما هي من ضمن الاصول، اشتريت عماره، اشتريت شقه، اشتريت محل جديد، مش كل دي اصول؟ اديني بزود، يبقى الاصول بتزيد في حاله الشراء ان انا بزود. طب عندي ثلاث عربيات، بعت منهم عربيه ورحت بايع عربيه ثانيه ورحت بايع العربيه اللي معايا، انا كده ايه؟ بنقص. طيب مصروفات، انا كنت بصرف كل شهر 1000 جنيه، بقيت بصرف كل شهر 1000 ونص، بقيت بصرف كل شهر 3000 جنيه، يبقى دي المصروفات بتزيد. طب كنت بصرف كل شهر 1000، بقيت اصرف 800، بقيت اصرف 700، بقيت اصرف 500، يبقى المصروفات بتنقص. وهكذا، يبقى اي حساب من دول معرض للزياده ومعرض للنقص. تمام، قبل ما نخش على جمله الارقام نشوف بس الناس مركزه معانا ولا لا. استاذه اسماء، ايه يا دكتور؟ لما اقول لك طبيعه حساب المسحوبات. تمام، طبيعه حساب المسحوبات. مدينة ولا دايرة؟ طبيعة حساب، لا معلش السؤال تاني معلش. طبيعة حساب المسحوبات. المسحوبات مدينة. تمام، برافو عليك، اتفضل. بلا حتة ايه يا فندم؟ استاذ حسام. الو، اتفضل. حسام؟ استاذ امير تقفل المايك بعد اذنك. معاك يا استاذ دكتور. عايز اسال سؤال لحضرتك يا دكتور. طيب ثواني بعد اذنك بكلم زميل. حسام، طبيعة حساب رأس المال. اديله في العجينة وممكن تديله لبن. برافو عليك. اللبن عشان بيفسد اي مشكلة. تمام، برافو عليك، اتفضل. اتفضلي يا استاذ امير. لا اديله لبن، دي هيشربيه لبن كتير. الأرصدة مش عارفة إيه؟ لا في سؤال، الأرصدة المدينة لا لا اديله بس سؤال لو الموضوع عايز أعرف. لا لا السؤال اللي بعد إذنك. ربنا يديك الصحة يا رب ويكرمك، هتلاقي تحت السؤال على طول في اختيارات. تمام، بيقول لك الأرصدة المدينة بطبيعتها اللي هم دول. لا إن شاء الله، إن شاء الله دوري على دول في الاختيارات. لا بس لو تعب يعني تقدر توديه المستشفى يعملوا له غسل. كاتب لك ايه في الاختيارات؟ لو حسيت بس ان يعني مثلا ماسك بطنه يعني كده. والاصول والمصروفات المستشفى يتعمل له غسيل. الايرادات والاصول راس المال. طب مين اللي مدين في كل اللي انت قلتيه ده؟ اخلص يا دكتور. انا فاهمك والله، انت اللي مش فاهماني. هو بيقول لك الارصده المدينه بطبيعتها الاصول والمصروفات الاختيار الاول، الاختيار الثاني الخصوم والايرادات، الاختيار الثالث راس المال وما اعرفش ايه. مين في الثلاث اختيارات دول اللي مدين؟ انت بتساليني انا؟ ماشي، الاصول والمصروفات اللي هي الاجابه رقم واحد. ماشي، الشكر لله. ماشي، استاذنك بس اقفل المايك بتاعك. حاضر حاضر.
أستاذة هاجر كمال. معاك يا دكتور. لما أقول لك طبيعة حساب رأس المال في حالة النقص. في حالة النقص هتبقى مدينة. برافو عليك. طب اشرحيها لي يا هاجر، تعرفي؟ هما بيتخانقوا عندك يا هاجر؟ لا. هي طبيعة أصلا رأس المال طبيعته إيه؟ دائم. يبقى في حالة النقص يتحول لمدينة، هي كده مدينة أحسن ما تفتحوش تاني. ماشي، اتفضلي. أستاذ أحمد مصطفى. معاك. لما أقول لك يا حبيبي طبيعة حساب الإيرادات في حالة النقص. مدين. مدين، برافو عليك. طب ممكن تشرحها لي؟ لأن الإيرادات بتتحول لصفقات. بس ما نقولهاش كده بقى، لا، احنا بنتكلم عن الايرادات نفسها، مالهاش علاقه بالمصروفات. نقول الايرادات طبيعتها اصلا دائمه، في حاله النقص بتتاكس تتحول. تمام، برافو عليك، اتفضل. استاذه اسراء شرف. لما اقول لك طبيعة حساب الأصول في حالة الزيادة. مدينة. مدينة، ممكن تشرحيها لي بعد إذنك؟ طبيعة حساب الأصول مدينة، في حالة الزيادة طبيعة الحساب بتخليها زي ما هي مدينة. برافو عليك، ممتاز، اتفضلي. شكرا. تمام يا جماعة، يبقى احنا كده عندنا خمسة مدين وعكسهم خمسة دائم، وابقى عارف دايما ان طبيعة الحساب دي في حالة الزيادة تفضل زي ما هي، في حالة النقص تتحول للعكس. طيب تعالى بقى نبدأ بالدروس العمل بتاعتنا، اللي هو الشغل ده اللي احنا خدناه طبيعة الحساب نحوله بقى لدروس ومسائل. احنا عندنا معلش يا دكتور، انا اسف للمقطع، بس كنت عايز بس حضرتك توضح لي بس حته الطرف المدين والطرف الدائم، مين حساب وايه الحساب؟ هو مين حساب ايه بالظبط يعني؟ هو طيب لما نخش اللي هو احنا هناخدها دلوقتي، ماشي؟ عشان بس توضح لي انت معايا دكتور. ماشي، اول دكتور اسال حاجه. انا دي سبب، انا سبت في دماغي ان المدين هو اللي بيبقى بيزيد والدائم اللي بينقص، يعني انا كنت درست تجاره وسبت في دماغي كده. والجدول اللي كنت بعمله عادي في الامتحان بجدول الاستاذ، جدول يوميا، فسبت في دماغي ان المدين هو اللي بيزيد والدائم هو اللي بينقص. طب ما راس المال هو اللي بيزيد وهيفضل دائم، مش هيبقى مدين، دي معلومه غلط. ممكن حاجات تانية مش عارفه ازاي يعني، مش داخله معايا يعني، هي ثابته معايا يعني كده، فانا عايزه اقول لك حاجه تاني. طيب ما انا ما زلت اقول لك اهو، طبيعه الحساب اللي قدامنا دي، طبيعه الحساب تحفظيها صح. طبيعه الحساب انا عندي اصول مصروفات مشتريات خسائر مسحوبات، الخمسه دول مدين بيتحطوا في الطرف المدين، طبيعه حساب الخمسه دول بيتحطوا في الدائم. ده علم محاسبه، ده مش كلام طاعه، ده معيار المحاسبة، معيار رقم 7 لسنة 94، ده قانون المحاسبة. ولا حضرتك كان أيوة، لما كنت بعمل الجدول أيام التجارة كان بيجي حاجات غير دي مبدئيا، غير الحاجات دي بيجي أي حاجة تانية بقى. لسه ما دخلناش في المسائل، اصبري يا ربنا يكرمك كده، اصبري يا ربنا يكرمك لما نخش في المسائل. ماشي؟ استأذنكم لحظة بس. يبقى انا كده طبيعه الحساب في حاله الزياده تفضل زي ما هي. دكتور طه، اسف على المقاطعه، اتفضل.
حضرتك انت ما بدأتش، ما شفتش انا الاول التسجيل؟ طيب ما كنتش مع حضرتك قبل ما شغلت. انت حضرها امبارح اصلا يا حسام، انت حضرها امبارح معايا في السنتر يا حسام الله يكرمك. يعني اقفل المايك يا حسام، اقفل المايك يا حسام. انت هتجيب لي شلل يا بيت، انت هتخليني اسيب الكراسه. ماشي يا عم حسام، بص بقى يا جماعه، احنا الدروس بتاعتنا اللي احنا هندرسها حاجه اسمها العمليات التمويلية، وحاجة اسمها العمليات الإيرادية، وحاجة اسمها العمليات الرأسمالية، وحاجة اسمها العمليات النقدية. دي كده الدروس اللي هتديها لنا الدكتورة هالة الفول في قيود اليوم: عمليات تمويلية، عمليات إيرادية، عمليات رأسمالية، عمليات نقدية. تمام، هنبدأ النهاردة إن شاء الله بالعمليات التمويلية. تمام، دلوقتي إحنا قيود اليومية كلها أنا ملخصها لك في 3 دروس قبل العمليات التمويلية دي خالص. قيودي اليومية أنا عاملها لك عبارة عن 3 دروس. إيه هما ال3 دروس دول؟ الدروس الخاصة برأس المال كله اللي هي العمليات التمويلية كلها، والدروس الخاصة بالمشتريات كلها، والدروس الخاصة بالمبيعات كلها. ده من وجهة نظري أنا، شايف أنا أتعاملي مع الطلبة ببقى شايف إيه اللي يلخبط الطالب وأبعد عنه. الدكتورة هالة الفولي أو أي حد بيشرح المحاسبة كلهم ناس محترمة، كلهم فوق راسنا، ما بعيبش في حد، كلهم فوق راسنا، بس هو كل الفكرة إن كل واحد بيكون ليه طريقة شرح في حاجة. دلوقتي أنا لما أدخل لك التلاتة في بعض في المحاضرة الأولى، أديك حتة من رأس المال، حتة من المشتريات، حتة من المبيعات. إحنا لسه واخدين رأس المال دائم، مشتريات مدينة، مبيعات دائمة، فخليك طالع معايا ونازل دائم ومدينة تتلخبط. دي من وجهة نظري. أنا بقى لما باجي أشتغل، عشان كده لما أقول لك لما تحضر مع حد محاسبة احضر مع واحد فقط، ما ينفعش تسمع شرح على أكتر من حد، عشان كده كل واحد ليه وجهة نظر بناء على الطلبة بتوعه، بناء على اللي هيعرف يوصله المعلومة. فأنا من وجهة نظري أنا باخد كل النقط اللي خاصة برأس المال لوحدها وأخلصها تماما. بعد كده آخد كل اللي يخص المشتريات لوحدها، بعد كده اخد كل اللي يخص المبيعات لوحدها، بحيث ان انا اعرف كل سؤال هو تبع ايه اصلا. ده تبع راس المال، ده تبع المشتريات، ده تبع المبيعات. بعد ما اخلص الثلاثه بدخلك بقى في امتحانات اللي كلهم يبقوا لوكشه واحده مع بعض، وكل الاسئله داخله في بعض، وقتها انت هتعرف تفرق ده بتاع ايه وده بتاع ايه. لكن عشان ابدا لك المحاضره او ابدا لك في العمل اللي انت لسه بتقول لي يا هادي في المحاسبه، وادخلك دائم مدين دائم مدين دائم مدين دائم مدين، تلبس في الحيطه على طول، هتلاقي نفسك بتتلخبط. انا ما بحبش ده، انا منظم شويه، بحب النظام. فاحنا هناخد كل عمليات راس المال من الالف للياء، نخلصها ان شاء الله، ندخل على المشتريات من الالف للياء، نخلصها ندخل على المبيعات من الالف للياء. بعد كده ناخد بقى كوليكشن اسئله كله في بعضه باذن الله. ده خط سير اللي انا بمشي عليه. طيب تعالى نبدا بعمليات راس المال. ما زلت اقول عشان ما حدش يقولني كلام، دي اختلاف طرق شرح، كل واحد وطريقه شرح، كلهم محترمين وفوق راسنا، بس كل واحد وطريقه شرحه وماشيه ازاي. تمام، نمسك الأول عمليات رأس المال. إحنا النقط اللي هناخدها في رأس المال، هناخد أول نقطة تكوين رأس المال، تاني نقطة زيادة وتخفيض رأس المال، ثالث نقطة
المسحوبات، واخر نقطة هي القروض. دي كده النقط اللي هندرسها في درس رأس المال، وبإذن الله بقدر الإمكان النهاردة هناخد كل النقط بإذن الله. تمام، تعال نبدأ بتكوين رأس المال. ايه قصة تكوين رأس المال؟ تكوين رأس المال بيتكلم على انك انت لسه افتح مشروع، لسه ما فتحتش، انا عايز افتح مشروع. طيب انت عايز تفتح مشروع، قدامك حاجة من ثلاثة، يا اما معايا فلوس وهفتح مشروع، نقدر، يا اما معايا الاصول بتاعتي كلها وهفتح بيها المشروع، يا اما معايا الاصول بتاعتي كلها بس مش هتقضي فهضطر ان انا هستلف فلوس وافتح المشروع. تعالى كده بالبلدي، واحد كده عايز يفتح اي محل، معاك كام يا عم الحاج؟ معايا 20,000 جنيه، ادي النقد اهي. طب واحد تاني عايز يفتح محل، معاك يا حاج؟ لا انا مش محتاج لفلوس، انا عندي المحل بتاعي وعندي العده بتاعتي وعندي كل حاجه، ممكن معايا 5,000 جنيه اشتري بيها بضاعه واشتغل، ادي اصول. واحد تاني انا عايز افتح محل، معاك يا حاج؟ معايا 20,000 جنيه بس ال 20,000 جنيه مش هتقضي، فانا هستلف فلوس من واحد، هاخد قرض وافتح بيه، ازود على فلوسي اللي هي اصول وخصوم. يبقى انا تكوين راس المال عندي ليه ثلاث اشكال، هو ليه شكل رابع اللي هو في صوره عمل او جهد، انك انت تبقى داخل اللي هو يقول لك ايه، انا داخل بالاداره، انا داخل بشغل، ودي ما بيتعملهاش قضية يومية ومش عليك اصلا، بس كمعلومه ليك يعني على الماشي انك انت تاخدها معاك. لكن الاساسي بتاعنا بتاع الاسئله بتاعتنا والامتحان بتاعنا الثلاثه دول. يبقى يا اما معايا فلوس وهفتح المشروع، يا اما معايا الاصول بتاعتي وافتح بيها المشروع، يا اما معايا الاصول ومش هتقضي فاضطر ان انا استلف فلوس وافتح المشروع. تعالى اقسمهم لي كده واحده واحده. كلمة نقدا، خلي بالك ما اتفقنا انت ترمى اول، كل كلمة لازم بالحرف. كلمة نقدا اسمها معاملات نقدية. ايه المعاملات النقدية دي؟ انت عندك ليها نوعين، الفلوس نوعين، يا اما الفلوس الورقية اللي هي النقدية نفسها، يا اما حسابي في البنك اللي هي الشيكات او الحساب نفسه بتاعي اللي في البنك. وكلمة نقدية ينفع تقول عليها كلمة خزينة، وينفع تقول عليها كلمة صندوق، التلاتة نفس المعنى. شوف اللي تعجبك منهم، وطبعا في الامتحان في الاختيارات لقيت أي واحدة منهم طبعا صح. النقدية هي الخزينة هي الصندوق، هي أصلا اسمها نقدية بالخزينة. تمام؟ يا إما حسابي في البنك اللي هو الشيكات بتاعتي. دي كده كلمة نقدية. تعالى للأصول، لسه واخدينها حالا. قلنا الأصول هي عبارة عن إيه؟ ثابتة ومتداولة. قلنا الثابتة زي مين؟ زي الأراضي، مباني، آلات، سيارات وهكذا. طب الأصول المتداولة زي البضاعة، زي النقدية اللي هي دي، زي حسابي في البنك، زي أوراق القبض، وده الاختصار بتاعها ألف دوت قاف، أوراق القبض، زي العملاء، زي المدينون. تمام، تعال لهنا أصول وخصوم، خدنا الأصول خلاص، تعالى للخصوم. الخصوم عندي هي نوعين، قرض طويل الأجل اللي هي خصوم طويلة الأجل، هو البند ده بس اللي أنت هتدرسه في المادة كلها، ما عندناش طويلة الأجل غير البند ده فقط، إن شاء الله لما تكبر شوية وتدخل الترم الرابع هناخد بند تاني. وعندي الثاني قصير الأجل، خصوم قصيرة الأجل اللي هي مين؟ قرض، بس القرض اسمه قرض قصير الأجل، ودائنون وموردين وأوراق دفع. تمام، وبنك سحب على المكشوف. تمام، طيب انت كده كتبت لي البنود، طب شكل المساله يكون عامل ازاي وانا احلها ازاي؟ بص يا نجم،
قاعدة ثابتة تحطها في دماغك ما تتغيرش أبدا. مسألة تكوين رأس المال دايما هتجيلك بكلمة بدأ أو استثمرات. ليه؟ لأن احنا قلنا كلمة تكوين رأس المال هي بداية المشروع، بداية المشروع بتاعي. فدايما هيجي يقول لي بدأت الشركة نشاطها التجاري كذا، أو استثمرت الشركة استثمر صاحب المال كذا. يبقى كلمة بدأ أو استثمر أعرف على طول إن ده درس مين؟ تكوين رأس المال. تمام، اللي هو بمعنى صح بداية المشروع. أي سؤال بيتكلم على بداية المشروع. طيب، طب مدين ودائم، إحنا قلنا إن رأس المال طبيعته إيه؟ دائم، يعني هيتحط في إلى حساب. طب النقدية طبعاً نقداً هي الأصول، بتتحط فين؟ في الطرف المدين. طب الخصوم بتتحط فين؟ في الطرف الدائم. طب تعالى نشوف شكل السؤال في الامتحان ونشوف نحله ازاي. نحط دي قدامنا كده ونبدأ نشتغل. بدأت الشركة نشاطها التجاري بمبلغ 20,000 جنيه نقدا. ادي شكل السؤال. طبعا كل ما هنروح هنزود على السؤال ده حاجات. بدأ يبقى ده درس مين؟ تكوين رأس المال. انا المحاسبة كلها هعلمك فيها مفاتيح تمشي المفتاح بتاعي عرفني ده درس بعد ما خلص. بعد ما خلص يبقى كلمة بدأ أو استثمر أعرف على طول إن ده درس تكوين رأس المال. يبقى وأنا مغمض إلى حساب رأس المال. تمام، بدأت الشركة نشاطها تجاري بمبلغ 20,000 جنيه نقدا. يبقى من حساب النقدية إلى حساب رأس المال بالمبلغ اللي هو 20,000. وطبعا قلنا كلمة نقدية هي كلمة خزينة هي كلمة صندوق. اكتب اللي تعجبك منه. يبقى أول ما أقرأ كلمة بدأ يبقى ده درس تكوين رأس المال. أشوف أنا ابتديت المشروع بتاعي بإيه وأحطه في الطرف المدين. تمام. لا الصوت مش واضح. بيقطع. طب الصوت فيه حد عند حد الصوت بيقطع؟ الصوت كده تمام دكتور. اه دكتور الصوت بيقطع عند رواد مشكلة انترنت. الصوت على الدكتور على فكرة سليم جدا مش اي مشكلة. ايوه الدكتور بالظبط. اه هو الصوت تمام كده. خلينا نوصلك البعض بيقطع. ماشي باي. الصوت اللي بيقطع عنده بقى ضعيف عنده باي فاي النت بتاع ضعيف عنده. طب ماشي يلا. طيب يلا حاضر يا استاذ باذن الله اعمل لكم فيديو للمحاضره دي وانزله لكم حاضر. طلباتكم اوامر. لما نشوف اخرتها معاكم ايه. المهم تجيبوا لنا في الاخر امتياز وتفرحونا بالامتياز ان شاء الله. يلا يا باشا. يبقى احنا كده درس تكوين رأس المال اعرفه من كلمة ايه؟ بدأ او استثمر. ده شكل السؤال في الامتحان. طبعا مش ده بالنص، احنا هنزود كل ما نروح هنزود عليك. المهم عندي ان دايما سؤال تكوين رأس المال هيجي لك بكلمة بدأ او استثمر، او ان السؤال نفسه بيقول لك ان انا بداية المشروع. يعني في ميال العمليات التي تمت برأس مال الشركة على طول بتبقى متحددة. ما ينفعش السؤال يجي لي غير كده. تمام؟ طب تعالى ناخد سؤال تاني. استثمر المالك 50,000 جنيه تم إيداعها في حساب الشركة في البنك.
استثمر، ادي مفتاح الحل بتاعي، استثمر اول ما اعرف اول ما الاقي كلمه استثمر يبقى ده درس راس المال. استثمر المالك 50,000 جنيه تم ايداعهم في حساب الشركه بين البنك، يبقى من حساب البنك الى حساب راس المال، وادي المبلغ بتاعي 50,000 جنيه. طيب سؤال تاني، بدأ المحل مشروع التجاري بمبلغ 100,000 جنيه تم إيداعهم في خزينة الشركة. بدأ المحل مشروع تجاري بمبلغ 100,000 تم إيداعهم في خزينة الشركة. أول ما أقرأ كلمة بدأ ده درس تكوين رأس المال، يبقى من حساب، أنا ابتديت المشروع بتاعي بإيه؟ إن أنا حطيت فلوس في الخزنة، يبقى من حساب الخزينة، وقلت لك خزينة نقدية صندوق، ثلاثة صح، من حساب الخزينة إلى حساب رأس المال، أدي بمبلغ 100,000. يبقى أنا طبيعة السؤال عندي بتجيلي بالشكل ده، هلاقي القيد ده في الاختيارات، هعلم عليه وخلص السؤال. هو ده امتحان البابوشي، السؤال هيجيلي بالشكل ده، القيد ده هيكون من ضمن الاختيارات، أشوفه فين في الاختيارات وأعلم عليه. يبقى أنا ما عنديش لا جدول ولا منه ولا له، ولا شرح قيد ولا رقم قيد ولا تاريخ قيد ولا كل الجو اللي بيتعمل في الجدول ايام ما كنتوا بتاخدوه في ايام الدبلوم. خلاص كده انتهى الكلام ده، انتهى في جامعه القاهره عندنا من 2017. طبعا بتكلم كامتحان، انا بتكلم على الامتحان، البابل شيت نزل جامعه القاهره من 2017 تمام. فالامتحان بتاعي ده شكل السؤال في الامتحان، واوريك في الملزمه، انا حاطط لك في الملزمه سؤال الامتحان، ده شكل سؤال في الامتحان، وده كده هيجي في الاختيارات. حليت السؤال، ادور على القيد في الاختيارات، اعلم عليه، خلص الامتحان تمام. طيب تعال نزود الموضوع شويه وناخد حاجه ثانيه. بدأت الشركه نشاطها التجاري بمبلغ 50,000 جنيه نقدا و 70,000 جنيه بشيك. ده شكل تاني من الأسئلة، اتفقت معاك ان كل ما هنروح هنزود في الأسئلة ماشي. ده شكل تاني من الأسئلة، أنا أول ما أقرأ كلمة بدأ ده درس تكوين رأس المال، أنا بتعامل معاك على إني طالب بقى، أنا كطالب مسكت السؤال في الامتحان بدأ، بدأ دي درس تكوين رأس المال، رأس المال دايما هتحط تحت، أبدأ أكمل سؤال، بدأت الشركة نشاطها التجاري بمبلغ 50 نقدا و70 بشيك، ده بدأوا بحاجتين، طالما عندك أكتر من حاجة بنعمل حاجة اسمها من مذكورين. ايه كلمة مذكورين دي؟ هي مذكورين معناها اتنين يعني؟ لا، كلمة مذكورين معناها اكتر من بند. لما يكون عندي اكتر من بند سواء في الطرف المدين او حتى في الطرف الدائن بنعمل حاجة اسمها مذكورين تمام. هكلمك بالبلدي، انا بدأت حاجتين، يعني انا كده كان المفروض ان انا اقول من حساب النقدية الى حساب رأس المال، واعمل كده تاني من حساب البنك الى حساب رأس المال. فجي معيار المحاسبة قال لك ايه؟ طب ما بدل ما تعمل اتنين تعملهم في قيد واحد، بس تضيف حاجة اسمها مذكورين. كلمة مذكورين كعلم محاسبة اسمها قيد مركب. يبقى احنا خدنا معنى كلمة قيد مزدوج. كلمة مزدوج يعني طرفين من حساب إلى حساب، مدين ودائن. عندي بقى حاجة اسمها قيد مركب، يعني إيه قيد مركب؟ لما يكون أكتر من حساب، تمام؟
طب تعالى نشتغل. يبقى انا كده عشان عندي مقدم وشيك عندي حاجتين بقول ايه من مذكورين واروح حاطط تحتها كده دي حساب، ما اقولش من حساب لا، ما هي كلمه مذكورين ده العنوان بتاعك، انت حطيت العنوان تروح حاطط الحاجات دي تحتيهم بس بكلمه حساب على طول. يبقى حساب ادي النقديه او الخزينه او الصندوق بمبلغ 50,000، حساب البنك اللي هو الشيك بمبلغ 70,000، إلى حساب رأس المال. طب كده مبلغ رأس المال أجيبه منين؟ تجمع الاثنين دول على بعض 50 و70 120,000، اللي هو بمعنى صح أنا بقول ابتديت مشروعي ب 120,000 عبارة عن 50,000 حطيتهم في الخزنة اللي هي نقدا و70,000 حطيتهم في البنك. تاني معلش، بدأ المحل نشاطه التجاري 50,000 جنيه سيارات، 60,000 جنيه مباني، 40,000 جنيه بضاعة. بدأ المحل نشاطه التجاري 50 سيارات 60 مباني 40 بضاعة. بضاعة اقرا السؤال، بدأ يبقى ده درس مين؟ تكوين رأس المال، يبقى إلى حساب رأس المال. ماشي، ابتديته بكام حاجة؟ سيارات ومباني وبضاعة. ده أكتر من حاجة، يبقى في الحالة دي هعمل إيه؟ من مذكورين أبدأ أحدد. أدي سيارات ب50,000، مباني 60,000، بضاعة 40,000، إلى حساب رأس المال. طب أجيب مبلغ رأس المال منين يا معلم؟ أجمع التلاتة على بعض 50 و60 110 و40 150,000. تمام، اللي عنده سؤال لغاية هنا يتفضل بس بنظام بعد إذنك. اللي عنده سؤال لو سمحت يا دكتور. اتفضل. هي إيه حساب رأس المال دي، بتتغير ولا ثابتة؟ لا ثابتة، إحنا في درس تكوين رأس المال عرفته منين يا أستاذة سلوى؟ من بدأ أو استثمر. تمام. شكرا لك، اتفضل. حد تاني عنده سؤال؟ ما شاء الله. ها دكتور، احنا ليه قلنا من حساب، مش المفروض ان السيارات والمباني والبضاعه دي اصول؟ ليه ما قلناش من حساب الاصول؟ حلو قوي السؤال الوجيه يا استاذه منى. طب الاصول دي عباره عن ايه؟ اصول ده العنوان، عباره عن ايه؟ تمام، عباره عن ايه؟ السيارات والمباني والبضاعه. تمام تمام، لكن الاصول ده العنوان بتاعي. تمام. يعني انا دلوقتي جيت وقلت لك يا مها انا ابتديت المحل بتاعي ب 20,000 جنيه، هتقول لي طب جبت ايه بال 20,000 جنيه؟ ما انا ما اعرفش المحل بتاعك عباره عن ايه، جبت ايه بال 20,000 جنيه؟ اقول لك مثلا 10,000 جبت بيها لبس، 5,000 جبت بيها ما اعرفش ايه، واديني وزعتها لك، نفس الكلام بالظبط. ما احنا قلنا، انا فاكر انك حضرت معايا المحاضره اللي فاتت، قلنا الاصول هي ممتلكات الشركه، ممتلكات وفي نفس الوقت بتمثل رأس مال الشركة. تمام. يعني أنا بديت المشروع بتاعي بديته بإيه يا حاج؟ بأصول. الأصول دي عبارة عن إيه؟ حطيت 50,000 في العربيات واشتريت مباني ب 60 وجبت بضاعة ب 40، يبقى أنا رأس مالي كله 150,000. وصلت؟ تمام. ماشي يا أستاذ. وصلت، شكرا لك. حد عنده سؤال تاني يا جماعة؟ حد عنده سؤال؟ ما شاء الله كله اينشتاين. ماشي، طب طالما كله اينشتاين بقى يلا طلع الورقه والقلم بتاعك. يلا، سؤال رقم واحد، انت اللي هتحل، انت اللي هتحل الاسئله دي وهسالك فيها. سؤال رقم واحد، بدات الشركه
نشاطها التجاري بمبلغ 100,000 جنيه أراضي، 90,000 جنيه آلات، 80,000 جنيه معدات، 30,000 جنيه أساس. وأساس بالسين مش بالسين، ما تفضحناش أبوس إيديك. اتنين، استثمر صاحب الشركة مبلغ 300,000 جنيه تم إيداعهم في حساب الشركة في البنك. دول كده السؤالين للأذكياء فقط، اتعود معايا على أسئلة الأذكياء للأذكياء فقط. لا ما تجاوبش، انا ما طلبتش منك تجاوب، اقفل المايك واسكت. السؤال الاول أسئلة الأذكياء بقى. السؤال الاول، بدأت الشركة نشاطها التجاري برأس مال قدره 100,000 جنيه مقسم إلى آلات 30,000، معدات 50,000، والباقي بضاعة. سؤال رقم اتنين خاص بالأذكياء. دكتور عيد السؤال رقم واحد تاني معلش. واحد أذكياء ولا واحد عادي؟ أذكياء. واحد أذكياء ولا واحد عادي؟ الأذكياء دكتور، الأذكياء. ماشي. بدأ الشركة نشاطها التجاري برأس مال قدره 100,000 جنيه مقسم إلى آلات 30,000، معدات 50,000، والباقي بضاعة. سؤال رقم اتنين أذكياء، استثمر المالك مبلغ. كل حضرتك يا دكتور طارق، طب يزنك بس الباقي ما يبقى بضاعة وأصول متداولة صح؟ يبقى مع رأس المال باقي اللي هي هيبقى بضاعة هيبقى أصول متداولة مع رأس المال. اسمه صح؟ اسمه بضاعة متداولة. بضاعة بضاعة متداولة، ما بقولش أصول متداولة خالص، بقول بضاعة كل كلمة بتنزل باسمها. استثمر المالك مبلغ 200,000 جنيه. طب يعني حضرتك بتفتح المايك عشان تسمعنا ابنك وهو بيعيط، ربنا يخليهولك، اقفل المايك بعد اذنك، ما تفتحوش تاني. استثمر المالك مبلغ 200,000 جنيه عبارة عن نقدية والبنك مناصفة، معنى كلمة مناصفة يعني بالنص. ثلاثة، بدأت الشركة نشاطها التجاري أراضي
90,000 معدات، 50,000 مدينون. بين قوسين أحمد، 30,000 أوراق قبض، 20,000. يبقى دول كده 5 أسئلة، سؤالين عاديين وثلاث أسئلة أذكياء. قدامك 3 دقايق، مجرد بس تفتح المايك تقول أنا خلصت، مش عايزك تقول لي أي حاجة غير كده. وقت ما تخلص قول لي أنا خلصت عشان أبقى عارف إنك خلصت، لكن ما تفتحليش المايك وتقعد تتكلم. أنا خلصت وتقفل المايك. ماشي يا استاذ، خلاص يا دكتور. ماشي، خلاص انا كمان خلصت يا دكتور. ماشي يا مسهل، وحال يا رب. خلصت يا دكتور. ماشي يا شيماء، اقفل المايك يا حسام، هتجيب لي شلل. اقفل المايك. بص ايه ده، خلصت يا دكتور. اسماء؟ ماشي يا اسماء. اسراء. اسراء ماشي. خلصت يا دكتور. ماشي يا استاذ. الباقي عمل ايه؟ خلصت. وما نطقتش ليه؟ تمام يا دكتور، خلاص. خلصت يا دكتور. يعني كله بنات، ما فين الرجال؟ ماتوا. لا بعد الشرح. رجالة. محمد رحيم. دخل يا دكتور. محمود عبد الهادي. هاني. وليد. رجاله منطقه الحرب يا دكتور. انا ما خدتش اي حاجه، اللي الشركه عندي زي الزفت. ربنا يخليها لك يا رب. ماشي. عبد محمد، احمد ماجد، احمد مصطفى، احمد صلاح. ماشي. احمد سليمان. تمام. دي يا دكتور من فضلك، دول دي تمام من فضلك. ماشي، انا ما قلتش حاجه، انا بنادى على الرجاله، بس شكلي وحش في النص، بنادى على الرجاله. دكتور انا كمان ما شفتش اي حاجه، النت عندي مش كويس ومش عارفه اركز. ماشي. محمد زكريا، محمد صابر. طب صابر احمد يا رجال. واهي ياسر. انا خلصت يا دكتور. طب ما تنطع يا حاج، سمعني صوت. ايوه كده، الراجل خلص. 10 جنيه، 10 جنيه يا مصطفى. طبعا الحل كله صح يا مصطفى. الله يخليك، الله يعزك يا حبيبي. ماشي، نبدأ نسأل بقى.
يقفل المايك بعد اذنك. بينا يقفل المايك بعد اذنك. أستاذة حنان مختار، أستاذة حنان ماشي. دينا، دينا صلاح، أيوة يا دكتور مع حضرتك. اتفضلي أول سؤال. أيوة. تمام، أقول الإجابة على طول؟ تمام، هيبقى كده من مذكورين. تمام، هو دي أول سؤال في اللي هو العاديين ولا الأذكياء عشان أبقى عارفة أنا بجاوب في إيه يا جماعة؟ للعاديين. من مذكورين، حساب أراضي هيبقى 100,000 بس تاني. وحساب آلات مش 100,000 سوري، حساب أراضي 10,000، حساب آلات لا 100,000 سوري معلش متلخبطة، وحساب آلات هيبقى 90,000، ومعدات 80,000، وأثاث 30,000، لحساب رأس المال لحظة واحدة. لحظات الكتبت ماشي. الحساب رأس المال 300,000. سوري يا دكتور بعتذر لحضرتك، انا قعدت احل عشان انتوا عمالين تستعجلونا، انا لقيت نفسي حل كله بس جيت على اللي هو الجامعه نسيت اجمع يعني في الاول واحده بس. ماشي استعجلوا بصراحه، بنروح علينا بالاربع اسئله على فكره، بس احنا في امتحان عشان نحل نحلهم في 25 دقيقه ولا 10 دقائق صح ولا لا؟ أسئلتك الامتحان عبارة عن أقل شيء 40 سؤال. أيوة طب أنا أقصد كده، أقصد يعني حتى في الامتحان مش هيس يعني مش بسرعة كده. ماشي. أستاذة آية. آية. آية أسوان. استثمر عملت البنك بمبلغ عبارة عن السؤال الثاني من حساب البنك حساب رأس المال مبلغ كام؟ 300,000. دي أسهل أسهل لما فيش يعني. مش عارفة مديني سؤال سهل. ماشي، أسئلة الأذكياء. مين حل أسئلة الأذكياء؟ أنا يا دكتور. تأكد يا رجالة. يلا حبيبي، قولي يا حسام. اشمعنى حسام؟ ايه ده؟ المايك ده ايه يا دكتور؟ يعني اكرم دلوقتي حساب والله لا تقلق على الكلام. يلا يا حبيبي مش عايز هزار. يلا يا حبيبي مساء الخير سيد الاداره من مذكورين 30 اعداد 24 50 معدات تمام والباقي 20 بضاعه الى حساب راس المال اللي هم 100,000. برافو عليك. هل الثاني؟ لا فضل. أنا أستاذ محمود أستاذ محمود محمود عبد الهادي ماشي. محمد صبحي ايوه اتفضل يا حبيبي. السؤال الثاني السؤال الثاني استثمر المالك مبلغ 200,000
عبارة عن نقدية وبنك مناصفة طبعا. ها؟ سواء يا دكتور عجبني فترتك النهاردة ودخلت تاني. ماشي. لو سمحت يا دكتور إجابة السؤال الأول في الأذكياء إيه؟ أنا هحلهم كلهم دلوقتي ما تقلقش. ماشي يا بس الناس اللي شغال معانا ومين اللي مش شغال؟ مين اللي فتح المحاضرة قاعد قدام التلفزيون؟ ولا أنا دكتور. ماشي قول يا أحمد. أحمد مجدي. أحمد مجدي قول يا حبيبي. أيوة يا فندم. لا الإجابة بتاع السؤال الأول الأذكياء بس كام؟ برضه ممكن أجاوب يا دكتور؟ معلش يا باشا معلش أنا آسف. مين مصدر آلات؟ ممكن أجاوب أنا بنادي. أنت هتقول لي أقول أنا هقول لك لا أنا بنادي على الاسم أنا بحدد اسم. مين مذكورين آلات 30 معدات 50 20 بضاعة الى حساب راس المال 100. على فكره يا دكتور هي اللي يعتبر الاسئله مجاوبه نفسها. ما هي فعلا مجاوبه نفسها بس اللي فاهم بقى. ما انا فاهمها كلنا. بس ما رضيتش اقول لحضرتك على حكايه الاجابه انا جاوبت ولا لا بس عشان خاطر بس السؤال الثالث هو اللي فاتني وكان السؤال الثالث ده هو اللي كان فيه تركيز شويه. ماشي يا حبيبي اتفضل. استاذه مروه علي. مروه الو الو اتفضل. اقولي اللي هو تاني سؤال اللي هو بتاع الاسكي صح كده؟ صح كده. طيب هو المفروض ان هو المبلغ 200,000 مناصفة ما بين النقدية والبنك صح كده؟ صح كده. يبقى من حساب يبقى من مذكورين من حساب النقدية وحساب البنك الى رأس المال. صح كده. ماشي. طب نحدد كده عشوائي. استاذه سلوى ابو الوفا. ايوه دكتور حضرتك. اتفضل. من مذكورين الاراضي معدات الأراضي 90 معدات ب50 والمدينون وحساب أوراق أرض وإلى حساب رأس المال. بس معلش الأرقام عشان ما لحقتش أتابعها. طيب ماشي برافو عليك. تعالى نحلهم مع بعض عشان اللي ما عرفش يحلهم يبقى أنا بركز معاه. دكتور مش المفروض المدينون دي نكتبها حساب أحمد ولا لازم نكتب مدينون؟ حساب المدينون ده مش المفروض نكتبه من حساب احمد؟ هقول لك حاضر هقول لك حاضر هقول لك حاضر. بعدين يا دكتور انت ما نجحتش في الحياه خالص خالص. ما هو ما شاء الله. مش بسمع رئيس الدكتور بسمع. احنا دلوقتي 74 شخص ما اكيد مش هنادي على 74 كلهم يعني انا بحدد ناس. ماشي حاضر انا ادعي لك المره الجايه. ماشي يلا بسم الله. دلوقتي اول سؤال بيقول لي بدات الشركة نشاطها التجاري بمبلغ 100,000 أراضي 90,000 آلات 80,000 معدات 30,000 أساس. قلنا أول ما أرى كلمة بدأ أو استثمر أعرف على طول إن ده درس تكوين رأس المال. طب ببدأ أشوف أنا ابتديت المشروع بتاعي إيه؟ قال لي عندك أراضي وعندك آلات ومعدات وأساس. يبقى أنا في الحالة دي طالما عندي أكتر من حاجة يبقى أقول من مذكورين وأبدأ أحدد أراضي حساب أراضي 100,000 حساب آلات 90,000 حساب معدات 80,000 حساب آثاث 30,000 كل دول إلى حساب رأس المال. تمام. طب أجيب مبلغ رأس المال منين؟ قلنا نجمع دول على بعض. أدي 100 190 270 و30 300,000
ده أول سؤال. تاني سؤال، استثمر صاحب الشركة مبلغ 300,000 تم إيداعه في حساب البنك. أول مرة كلمة بدأ أو استثمر يبقى ده درس تكوين رأس المال للمرة العشر ثلاثة. أقرا كلمة بدأ استثمر يبقى ده درس تكوين رأس المال. طيب أنا ابتديت المشروع بتاعي بإيه أو استثمرت عملت إيه؟ قال إن هو حط 300,000 في البنك، يبقى من حساب البنك إلى حساب رأس المال ب300,000. ده تاني سؤال. تعالى بقى الأسئلة في الأذكياء. طبعا هي أسئلة عادية يعني مش أذكياء قوي، بس هي دي اللعبة اللي ممكن يلعبها معانا، ما عندناش لعبة أكتر من كده. اللي يقول لك المحاسبة صعبة قول له فين الصعوبة اللي فيها؟ ده الأسئلة بتبقى شرحة نفسها على رأيك يا حسام. بدأت الشركة نشاطها التجاري برأس مال قدره 100,000، يعني جايب لي كمان مبلغ رأس المال جاهز، مجمع لي الفلوس جاهزة، وبيقول لي إن 100,000 دي عبارة عن إيه؟ آلات ب30 ومعدات ب50 والباقي بضاعة. اللي فتح المايك يقفل. آلات ب30 معدات ب50 والباقي بضاعة. طب أنت رأس المال بتاعك كله كام؟ ب100. آلات ب30 ومعدات ب50 أدي 80، يبقى باقي المية كام؟ 20، هي دي البضاعة. طيب تعال نحلها، يبقى أقول من مذكورين حساب آلات 30,000 وحساب معدات 50,000 وحساب بضاعة تنزل باسمها، ما اقولش رسوم متداولة، الأستاذة اللي سألتني واحنا بنكتب الأسئلة، تنزل البضاعة باسمها لما نخش على المشتريات والمبيعات اقول لك تنزل بإيه، لكن في الدروس بتاعتنا دي اللي احنا فيها عشان ما نلخبطكيش، أي كلمة في تكوين رأس المال بتنزل باسمها. تمام، حساب البضاعة 20,000 إلى حساب رأس المال اللي هو مديهولي أصلا ب100,000. تمام. سؤال 2، استثمر المالك مبلغ 200,000 عبارة عن نقدية وبنك مناصفة يعني بالنص، هو استثمر كام؟ 200,000. ال 200,000 دي وزعهم بالنص بين النقدية وما بين البنك. تمام، يبقى النقدية ب100 والبنك ب100، يبقى من مذكورين حساب النقدية 100,000 وحساب البنك 100,000 إلى حساب رأس المال ب200,000. آخر سؤال، بيقول لي بدأت الشركة نشاطها التجاري أراضي 90,000 معدات 50,000 مدينون بين قوسين أحمد ب30,000 أوراق قبض ب20,000. تمام، أكتر من حاجة، يبقى من مذكورين أراضي 90,000 معدات 50,000 مدينون بين قوسين أحمد 30,000 أوراق قبض 20,000 إلى حساب رأس المال. طيب اجي في الاسئله، نفترض جه عند احمد، هو السؤال ده انا حاطه عشان الحاج احمد، نفترض جيت في الاختيارات ولقيت كلمه مدينون بس من غير احمد، الاجابه صح. طب لقيت احمد بس من غير مدينون، طالما محطوطه في الطرف المديني يبقى الاجابه صح. لقيت مدينون وجنبها احمد برضه الاجابه صح، طالما في الطرف المدين يبقى الاجابه صح. تمام، تاني معلش، لقيت مدينون من غير احمد صح، لقيت احمد من غير مدينون صح،
لقيتها مكتوبه بنفس الشكل مدينون بين قوسين احمد برضه صح. احنا المهم عندنا هو اللعب كله على ان هي مدين ولا دال، فهي محطوطه في الطرف المدين. تمام؟ وجت في امتحان قبل كده. ماشي، وهنحل الامتحان اللي جت فيه ده هنحل دلوقتي كمان شويه مع بعض. اللي حل الاسئله زي ما احنا حليناها كده يدي نفسه 10 من 10 و100. نجمه واحده ما تحفش. طيب هسأل سؤال بس عشان نخش على الجزئيه الثانيه. انا عايز اعرف مين اللي ما حلش؟ مين اللي ما عرفش يحل؟ اتفضلي. انا انا خدها دلوقتي، دي احنا هندخل عليها دلوقتي. شكرا. انا حبيت مساله. طب كده فهمتيها لما حليناها؟ فهمتها. شكرا لحضرتك، بس برضه عند احمد برضه لسه مش عارفه جمعها. اكتب مدينون بين قوسين جنبها احمد. ماشي، على حسب ما لقيها في الاختيارات. طبعا احنا اتفقنا ان احنا مش هنكتب، احنا هنختار في الامتحان. لقيت كلمه مدينون وما كتبليش احمد، صح. طب لقيت كلمه احمد وما كتبليش مدينون، برضو صح. طب لقيتها مدينون واحمد، برضو صح، طالما هي في الطرف المدين وبنفس المبنى. ماشي، يعني الامتحان ده دكتور 100% بتكون ورك شيت، مفيش امل انها تبقى مقالي. انت عايزها تبقى مقالي ليه الله يسامحك؟ لا، الامتحانات كلها مقالي. المقالي افضل يعني، على الاقل الحد بيجيب درجات يعني. احنا بالنسبه لل شيت اسهل، انتوا لسه ما جربتوش. على فكره اغلب الجامعه اول ما تطبق البابل شيت كله قال كده. ويوم ما الجامعه فكرت مجرد تفكير كانت اشاعه ان هم هيلغوا البابل شيت ويعملوا مقالي، راحوا عاملين قرارات. لا احنا عايزين البابل شيت. اسهل وافضل طبعا. دكتور عندي سؤال. اتفضلي يا استاذ. دلوقتي في المسألة اللي حضرتك شرحتها، كل الحاجات اللي بتبقى من حساب اللي هي بتبقى اصول، كلها اصول. بالظبط. تمام؟ دلوقتي كان في حد بيسأل بيقولك هي مش ممكن تيجي بدل أوراق قبض أوراق دفع. طب ما دلوقتي أوراق الدفع دي طبيعتها دائمة نفس طبيعة رأس المال. طب انت سمعتيها وهي بتسأل وما سمعتيش ردي وانا بجاوب؟ دلوقتي القيد هيبقى ازاي؟ ما سمعتيش ردي وانا بقول لها اصبري، هناخدها دلوقتي. طيب يبقى لسه ما خدناهاش اكيد. ربنا يديك الصحة يا رب. دكتور طه، دكتور طه، كل الامتحانات تبقى بابل شيت ولا هي بس المحاضرة؟ جميع الامتحانات بابل شيت، جميع الامتحانات بابل شيت إن شاء الله. الله يبارك. مش طالبة ملاحظة جدا، رصيدي خلص ومحاك كنت بتسألني، فأنا شحنت ورجعت دخلت تاني. ماشي يا ستي، الحمد لله على السلامة. يلا يا باشا، دلوقتي احنا كل المسائل اللي احنا خدناها دلوقتي دي في صورة أصول فقط. كل اللي احنا خدناها اصول. طب في حاله بقى اصول معصوم بنعمل ايه؟ بص يا باشا، دلوقتي راجع معاك الخصوم سريعا. احنا قلنا الخصوم عباره عن قروض دائنون موردين اوراق دفع بنك سحب على المكشوف مخصصات. دول كده الخصوم اللي انت هتدرسهم في المادة كلها، في مادة المحاسبة كلها بتاعتك، سواء في الجزء الأول أو الجزء الثاني. دول كده كل الخصوم بتوعي الستة: قروض، داء
دائنون موردين اوراق دفع بنك سحب على المكشوف مخصصات تاني معلش قروض دائنون موردين اوراق دفع بنك سحب على المكشوف مخصصات اخر مره معلش قروض دائنون موردين اوراق دفع بنك سحب على المكشوف مخصصات طب ايه معناها طبعا القروض ان انا واخد قرض دائمون يعني عليا فلوس انا وحسام انا ليا عند عفوا حسام ليه عندي فلوس انا كده مديون بفلوس عليا فلوس عكس مديون انا اللي ليا عند حسام وقلت لك المره اللي فاتت وقلتها لك المره دي دايما انت صاحب الشركه كلمه الانا في المحاسبه اعوذ بالله من كلمه انا اللي هو صاحب الشركه تمام يبقى انا خدت قرض انا عليا فلوس معلش بس معلش بعد اذنك بعد ما اخلص يبقى اسال يبقى انا كده عندي قروض دائنون يعني عليا فلوس موردين مين الموردين الناس اللي بتورد لي البضاعه وتورد لي البضاعه بالاجل بالاجل يعني على الحساب يعني بالبلدي شكر بيوردوا لي البضاعة وديهم ثمنها، يوردوا لي البضاعة وديهم ثمنها. أوراق دفع معناها كمبيالة عليا، أنا ماضي على نفسي كمبيالة. حسام ليه عندي فلوس وأنا مضيت له على كمبيالة، يبقى دي أوراق دفع. بنك سحب على المكشوف، لما بتسحب من البنك طبعًا لما بتكون عميل عند البنك ومعروف عند البنك وتسحب فلوس بتكون ملهاش ضمان انت ما عندكش فلوس اصلا في البنك فبتسحب فلوس على المكشوف انا بسحب من الرصيد على المكشوف ما عنديش اصلا حساب في البنك عفوا ما عنديش اصلا رصيد في الحساب تمام يعني يمكن دايما بضرب المثل باللي هو مثلا سويرس نجيب سويرس راح بالبنك الاهلي وقال له انا عايز اخد قرض البنك هيقول له هات ضمان مفيش ضمان هو نفسه ضمان تمام انا سحبت من البنك وانا عميل عند البنك معروف عند البنك سحبت من البنك 100000 جنيه فاسمها بنك سحب على المكشوف ما عنديش رصيد اصلا تمام مخصصات ايه معنى كلمه مخصصات المخصصات هي مخصصات اصول يعني بالبلدي انا شايل فلوس على جنب عشان اصرفها على الاصول يعني ايه الكلام ده يعني سيادتك مثلا الشركه مثلا عندها حوالي 10 عربيات فالعربيات ليها صيانه فانا شايل فلوس على جنب انا كشركه شايل فلوس على جنب عشان دي كده اللي هصرفها على صيانه السيارات عشان كده وقت ما يجي لي المخصص بيجي لي باسم الاصول بمعنى ايه؟ يجي يقول لي مثلا مخصص املاك سيارات مخصص املاك مباني مخصص املاك معدات اي اصل ليه مخصص ما عدا الاراضي الاراضي لا تستهلك ملهاش اهلاك تمام اي اصل ليه اهلاك اي اصل معرض للاهلاك ما عدا الاراضي لا تستهلك يبقى انا كده عندي الخصومه هي عباره عن ست كلمات قروض دائنون موردين اوراق دفع بنك سحب على المكشوف مخصصات دول السته بتوعك تمام قلنا معنى كلمه خصوم هي ديون عليا طيب انا جيت وقلت لك مثلا ايه يا معلم بالبلدي خالص انا فتحت الشركه ب 100000 جنيه فتحت الشركه بتاعتي ب 100000 جنيه قلت لي انت كان معاك 100000 لا ده انا كان معايا 80000 واستلفت 20000 انا فتحت الشركه ب 100000 بس مش كلهم بتوعي 80000 دول بتوعي وال 20000 استلفتها ديون عليا يبقى انا راس المال بتاعي راس المال اللي هو ملكي انا عباره عن ايه عباره عن الاصول ناقص الخصوم رأس المال بتاعي عبارة عن الأصول ناقص الخصوم تمام
يبقى انا اول ما الاقي خصوم في المساله اي كلمه من السته دول اوتوماتيك على طول اروح طارحها من الاصول، والناتج بتاعها هو ده راس المال بتاعي. طيب كقيود يوميه عشان اديك مساله وتجمع كل المعلومات دي في المساله، قيود يوميه احنا قلنا راس المال دائم الى حساب، الاصول مدينه من حساب، الخصوم زيها زي رأس المال دائم. يعني معنى كده المسألة اللي هيكون فيها خصوم هيبقى إلى مذكورين. هي كلمة مذكورين ينفع تيجي في طرف دائم؟ طبعا. كلمة مذكورين مالهاش علاقة بمدين ولا دائم. كلمة مذكورين بتقول لك أكتر من حساب، سواء كنت في المدين أو حتى كنت في الدائم. يبقى أنا محفظ، أنا أفهم كلمة مذكورين مش معناها اثنين، كلمة مذكورين معناها أكتر من حساب. طب اكتر من حساب ده ممكن تجيلي في المدين؟ ممكن تجيلك في الدائم؟ ممكن تجيلك في الاثنين مع بعض؟ برضو طيب تعال نشوف مسألة. بدأت الشركة نشاطها التجاري، اراضي 100,000، سيارات 20,000، قروض 10,000. اقرا سؤالك بتمعن ابوس ايدك. بدأت، ده درس تكوين راس المال. ماشي، بديت المشروع بتاعي بايه؟ اراضي وسيارات؟ لا، الاثنين دول اصول. قروض؟ لا، القروض خصوم. يبقى في الحاله دي اروح عامل المعادله على طول. رأس المال بيساوي الأصول ناقص الخصوم. طيب الأصول بتاعتي هي مين؟ هي الأراضي 100,000 زائد السيارات ب 20,000 ناقص الخصوم اللي هي مين؟ القروض ب 10,000. يبقى أنا في الحالة دي رأس مالي دي 120 ناقص 10 يبقى 110,000، هو ده مبلغ رأس المال بتاعي. طب تعالى كقيود هقول من مذكورين، أراضي 100,000، سيارات 20,000، لأن أنا عندي اتنين أصول، يبقى في الحالة دي مذكورين، إلى مذكورين. ليه يا عم الحاج مذكورين؟ عشان عندك قروض والقروض خصوم والخصوم دينة زيها زي رأس المال. إلى مذكورين، قروض 10,000 ورأس المال، رأس المال اللي هي ناتج المعادلة اللي انت حسبته ب 110,000. تمام، الاتنين دول اللي هما مين؟ الأصول، ودي كده اللي هي مين؟ الخصوم، ورأس المال بتاعي يساوي مين؟ الأصول ناقص الخصوم يساوي رأس المال. تعال ناخد واحدة كمان عشان تثبت أكتر. لو سمحت يا دكتور. استاذنك خلص. بدأ المحل مشروع التجاري، جهزة 200,000، معدات 100,000، دائنون 10,000، أوراق دفع 5,000. أقرأ سؤالي. بدأ، أول ما أقرأ كلمة بدأ أو استثمر، ده درس تكوين رأس المال. تمام، أبدأ أشوف سؤال. أجهزة ومعدات، الأجهزة والمعدات دول أصول، دائنون وأوراق دفع، الدائنون والأوراق دفع خصوم. يبقى في الحالة دي أروح عامل المعادلة على طول، رأس المال بيساوي الأصول ناقص الخصوم. طب تعالى جمع الأصول عندي الأجهزة والمعدات، 200,000 زائد 100,000 ناقص الخصوم عندي اللي هي الدائنون 10,000 وأوراق الدفع 5,000، يبقى دول كده مجموعهم 300 ناقص دول مجموعهم 15،
يبقى 285,000. تمام. أبدأ قيود اليومية بتاعتي، يبقى من مذكورين أجهزة 200,000، معدات 100,000، إلى مذكورين دائنون 10,000، أوراق دفع 5,000، رأس المال بكام؟ رأس المال اللي انت جبته ب 285,000. تمام. طب هو انا لازم اعمل المعادلة دي عشان اطلع ال 285؟ ما اعملها في القيد. ماشي، اعملها في القيد بعد ما تتدرب عليها، بس انا كشرح لازم اشرح لك كل حاجة بالتفصيل ممل جت ازاي، لكن انت لما تتدرب عليها ويديك تمشي هديك حطيت الوسطون والخصوم، اجمع دول وطرح منها دول، هيدي لك رأس المال. تمام. لكن انا دلوقتي عشان بشرح لك فلازم اكتب لك كل كلمه جت ازاي، وده الصح طبعا، لكن انت ان شاء الله لما تتدرب عليها ممكن تعملها وهي في القيد. اجمع دول ادي 300,000، اجمع دول 15,000، يبقى 300 ناقص 15 هتدينا 285,000. تمام. اللي عنده سؤال فيها يتفضل، اللي مش فاهمها يقوله، ممكن نعمل مساله ثانيه. انا دكتور بس انا الوصول ناقص الخصوم مالها؟ بنعملها ايه؟ لما الاقي في السؤال خصوم او ما الاقي كلمه من السته دول، قروض دائنون موردين اوراق دفع بالمساحه المكشوف مخصصات، اي كلمه الاقيها من السته دول في السؤال اطرح الوصول ناقص الخصوم. ماشي. شكرا. شكرا. مين تاني عنده سؤال يا جماعة؟ أنا دكتورة. اتفضل. من أول إلى مذكورين، عشان بس الشاشة عندي بتفصل كل شوية، مش عارفة إيه الحكاية، ما أخدتش بالي، معلش. إلى مذكورين الخصوم ورأس المال، الخصوم اللي هي الدائنون وأوراق الدفع، يبقى إلى مذكورين دائنون بعشرة آلاف، أوراق دفع بخمس آلاف، حساب رأس المال بالناتج بتاعنا اللي إحنا قلنا الأصول ناقص الخصوم. ماشي؟ حد تاني عنده سؤال يا جماعة؟ دينا صلاح، انا ما سمعتكيش انت بتتكلمي، معلش انت كنت بتسالي سؤال ولا كنت بتقولي حاجه؟ كنت بشكر بس حضرتك وشرحك الممتاز بامانه، يعني ربنا يعزك يا رب. ربنا يعزك. اتفضل. ربنا يكرمك يا دكتور. ربنا يخليك. اتفضل. بس عشان ما كنتش مركزه في ال ما كنتش مركزه في اللي هي الفيديو الاخيره دي، ممكن بعد ما بنعمل اصول الخصوم بنقصهم من بعض، بنعمل ايه بعد كده؟ بعد القيد اليومية بقى. القيد هيبقى ازاي؟ القيد من مذكورين. بس حتى اجهزة معدات تمام. طب لا قولي انت. عشان الصورة مش واضحة تمام والصوت مش واضح. دكتور. من حساب ال طب بعد اذنك هي بتتكلم، استني لما تخلص كلامه واتكلمي. اتفضلي. من مذكورين حساب الاجهزه 200,000 والمعدات 100,000، الى مذكورين دائنون 10,000، اوراق دفع 5,000، ايه؟ نقول الى مذكورين. الى مذكورين عشان عندي اكتر من حساب، عندي دائنون وعندي اوراق دفع وعندي راس المال. مش قلنا بنقول كلمة مذكورين وقت ما يكون عندي أكتر من حساب، سواء في الطرف المدينة أو في الطرف الدائن. إلى القروض. ماشي؟ تمام. وبعد كده أكتب بقى في الآخر إلى رأس المال، صح؟ إلى رأس المال في الآخر؟ بس ما بقولش إلى
حساب راس المال تحتيهم، ما انا حطيت العنوان بتاعي الى مذكورين، يبقى حساب ده ايه نون؟ حساب اوراق دفع، حساب راس المال. وحساب راس المال اللي هو المبلغ اللي كان عنوانه 285000. بالظبط كده، برافو عليك. صح كده؟ شكرا. صح كده، شكرا لله. اتفضلي الاستاذه اللي كانت ناقصه في الموضوع. حاجات كتير قوي. ربنا يخليك. حاضر يا دكتور المحاضره. فاضل حوالي يعني لا اكثر ولا اقل باذن الله. وجدتني يا عم. اسف يا دكتور. وربع ساعه ثلث ساعه بالكثير ان شاء الله وخلاص. ماشي. يلا حلي السؤال ده يلا. بعدين هتفضل يا باشا. سؤال ثاني. سؤال ثاني بس بعدين. ماشي. اتفضل. بدأت الشركة نشاطها التجاري. آلات 80,000، معدات 70,000، أوراق دفع 20,000، أوراق قبض 10,000، مدينون 20,000، دائنون 5,000. أنا قصدت إن ألخبطهم في بعض أولاً عشان أشوف مين اللي هيفرق ما بين الوصول والخصوم، ثانياً عشان ما حدش يحفظ إن الخصوم دايماً بتيجي في آخر السطر، ما أنا عارف الحاجات بتاعتنا. يلا قدامك دقيقة، دقيقة واحدة وتكون حللها وانا هحلها عشان برضو اللي بركز يركز معايا. دقيقة واحدة وتكون حللها. حللت يا دكتور. ماشي يا حبيبي. خلصت يا دكتور. ماشي يا استاذ. ثانية يا دكتور انا لسه ما فهمتهاش. طيب انا ما قلتش حاجة. حليت يا دكتور. بعد اذن حضرتك، الناس اللي بتقول حلتها اكيد حلتهاش بالارقام، صح؟ انا حلتها كده يعتبر لو مش بالارقام، تمام؟ لا انا حلتها بالارقام. لا ازاي؟ انا مش عايز الكلام ده. بس يا دين، بس احسن، بس يعني وانا شايفكم حلتوها اصلا. انا اسف، الناس دي بتنصب بصراحه. والله العظيم بالارقام. خلاص يا حبيب، خلاص يا ضنايا. هعد لغاية 10. استنى اكتب الارقام. انا هتعلم معانا يا دكتور. حليت يا دكتور. خلصت يا دكتور. يا دكتور هنعمل ايه؟ خلصت يا دكتور. خلصت يا دكتور. ماشي. خلصت يا دكتور. ماشي. يلا بسم الله، ركزوا معايا. يلا عشان اللي مركزش فيها يركز. بدأت الشركة نشاطها التجاري آلات 80، معدات 70، أوراق دفع 20، أوراق قبض 10، مدينون 20، دائنون 5,000. أنا بمشي معاك كأني طالب أهو. أول مرة السؤال كده في الامتحان. ما خلاص يا جدعان، خلاص أنا بحلها. بدأت أول مرة كلمة بدأت يبقى ده درس تكوين رأس المال. أبدأ أشوف آلات أصول، معدات أصول،
أوراق دفع هدفع خصوم عليا. أوراق أب هقبض أصول. مدينون ليا فلوس بره أصول. دائنون عليا فلوس بره أصول. تمام. ده أنا بحل الواحد مش عايز حد يمليه. وقت ما أغلط بيقول لي. تمام. أبدأ أعمل أول حاجة المعادلة. رأس المال بيساوي الأصول ناقص الخصوم. يا دكتور بصورة مش واضحة، ده من عند حضرتك ولا من عندي؟ لا من عندك أنت. أنا جايب واي فاي لوحدي عشان المحاضرات. من عندك أنت أكيد. طب الصوت واضح أكيد. اسمعيني الصوت. ماشي. يبقى انا هجيب الوصول الات ب80,000، هاخد الوصول بس، زائد معدات 70,000، زائد اوراق قبض 10,000، زائد مدينون 20,000. ادي كده كل دول اسمهم الوصول. ناقص الخصوم عندي اوراق دفع 20,000 زائد 20,000 5,000. يبقى 150 180. بعرف احل يا جماعه والله، بعرف احل. لما اغلط بقولوا 180 اصول ناقص الخصوم عندي 25,000. يبقى انا كده راس المال بتاعي 155,000. تمام كده انا عملت المعادله وجهزت راس المال بتاعي وجهزت الاصول والخصوم. ابدا اعمل القيد من مذكورين، احط الاصول الات 80,000، معدات 70,000، اوراق دفع. ها صح ولا غلط؟ خلاص بشوفكم بجربكم. أوراق 10,000، مدينون 20,000، إلى مذكورين أوراق دفع 20,000، دائنون 5,000، ورأس المال بالمبلغ بتاع 155,000. يبقى دول كده بالنسبة لي أصول، كده بالنسبة لي أصول ويساوي رأس المال اللي حلها كده 10 من 10. لسه كده ولا الدور؟ افتح معايا المنظمة يلا عشان أوريك شكل السؤال في الامتحان اللي فات. طبعا أنا زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، أنا الترم بتاع الابحاث مش معتبره ترم. انا دايما كلمه الترم اللي فات معناها الترم اللي هو الاول ايه اللي كان ترم تالت. فافتح كده معايا صفحه 11 في الملزمه. الملزمه منزلها لكم على الجروب. اللي معوش الملزمه يبقى يبعت لي على الواتساب بعتها لي. وبص معايا هنا في الكاميرا انا فاتحها قدامك، انا معايا الملزمه فاتحها قدامكم. صفحة 11 اللي هو امتحان دور يناير 2019. بيقول لي فيما يلي العمليات الخاصة بمنشأة الحمد خلال شهر يناير والمطلوب بيان أثرها على دفتر اليومي. بدأت سؤال الامتحان. أدي سؤال الامتحان والله، دي ورقة الامتحان مش جايبها من عندي. امتحان يناير 2019. بدأت بالأصول والخصوم الآتي: 40,000 أساس، 30,000 محمود بين قوسين مدينون، 80,000 خزينة، 20,000 البنك، 20,000 محلات الأزهار دائنون. طيب أحل أنا السؤال قبل ما أبص في ورقة، قبل ما أبص في الاختيارات أحل السؤال.
بنحلها يا دكتور؟ لا انا اللي هحلها. اول حاجه اعملها طالما عندي اصول وخصوم يبقى اطلع راس المال بيساوي الاصول ناقص الخصوم. امسك الوصول، عندي اساس باربعين الف زائد عندي محمود عشان مدينون محمود بتلاتين الف زائد عندي خزينة بتمانين الف بعرف احل. اقسم بالله بعرف. الصورة مش موجودة يا دكتور لو سمحت. الرؤية الصورة مش موجودة. الرؤية الصورة انت معكيش الملزمة؟ لا يا دكتور معيش الملزمة. طيب حضرة ببعت عليك على الواتس. اوكي ميرسي. عشرين الف ادي كده دول الاصول ناقص الخصوم. الخصوم عندي اللي هي دائمون هي الازهار بعشرين الف. اجمع الاصول ادي سبعين وثمانين مائه وخمسين وعشرين مائه وسبعين الف ناقص الخصوم عشرين الف يبقى مائه وخمسين الف. اعمل القيد بتاعي من مذكورين أثاث أربعين ألف محمود اللي هي مدينون بين قوسين حج محمود ثلاثين ألف. حضرتك يا أخت هي أنا الخزينة وين معي أنا مش البنك عشرين ألف إلى مذكورين حساب دائمون الناس كلها بتتفرج عشرين ألف وحساب رأس المال اللي احنا طلعناه بمية وخمسين ألف. معلومة بقى تحطها حلقة في ودنك وما شاء الله احنا هم من المحاضرة الأولى داخلين على الامتحان وده اللي أنا عايزك تتعودوا معاه. اي محاضرة هناخدها هتشوف شكل السؤال في الامتحان بطريقتي اللي شغال بيها بصفة مستمرة. الفهمة دي اللي بنفهم المحاضرة لكن برضو لازم تشوف شكل الامتحان عشان لما تشوف الاسئلة في الامتحان ما تقوليش انا ما كتبتهاش، ما تقوليش انا ما شفتش شكل الامتحان. طب هتيجي في الامتحان ازاي؟ ادي الامتحان قدامك اهو. معلومة بقى عن البابل شيت. البابل شيت سيادتك الدكتور وقت ما يحط لك الاسئله في البابل شيت بيعتمد على عينيك في وسط راسك على قوه الملاحظه في ايه يا حاج. ممكن يجيب لك نفس القيد هو بالظبط بس مغير لك في المبالغ عكس لك في المبالغ. يعني جايب لك المدين في المدين صح والدائم في الدائم صح بس بدل الاساس ب 40000 جايب لك مثلا ب 30000. الخزينة 80000 يجيب لك مثلا بال 30000 ولا بال 40000. انا عايز عينيك في وسط راسك ابوس ايدك ما تتسرعش بلاش تسرع اقرا الاسئله كويس. تعال شوف الاجابه رقم 1 الاساس ب 40000 محمود ب 30000 اللي هي المدينون البنك ب 80000. لا دي الخزينه هي اللي ب 80000 انت كده بتلعب عليا. شايف لا تفكر في رقم عايز اقول في وسط راسك ابوس ايدك. يبقى الاجابه رقم 1 هو ده الاول عشان انت تخش على الاجابه رقم 2 الاساس دلوقتي لو جبت عليهم بعد ما قابلت الخزينه الخزينه 80000 تفتح اللينك عادي طبيعي 20000 كل ماشي ولا مذكورين راس المال ب 150 والازهار اللي هي دايمون ب 20000. اللي جاب رقم يعني ممكن سؤال وانا في النص كده وبتكلم. اتفضلي طيب اتفضلي علمه بس على الاجابه رقم ب. لا مش شرط هو في الطرف الدائم. لا احنا نبقى فاهمين مش حافظين.
يا ساره الدينون اللي هي الازهار عندك مش عارفه تخش عليها يعني عادي؟ لان انت طبعا المدينه عادي مش طالما في الطرف الثاني عادي، انما لما قابلتي تمام. هتبقى لكن لو كذا جابها لي هتخش فوق في عليها الطرف بسرعه المنافس للمدينه قدامي هي دي اللي وعادي. تبقى غلط. بس الفكره ان الاول ان كان اول مره يحصل ماشي. بينا المهم ان حادثه، راس المال فانت الازهار في لازم الطرف تقبلي. الثاني وفي نفس المباني، يبقى انا لكن كده لما صح. هتقبلي دلوقتي هتلاقي الدنيا يبقى سهله الاجابه معاكي، رقم ولو حاجه واقفه معاكي برضو قولي لي. تمام. اوكي. ده كده درس تكوين رأس المال في العمليات التمويلية في الدرس الأول، وده كده أكبر درس في المحاسبة، ده أكبر درس في المحاسبة في قيود اليومية، أكبر درس في قيود اليومية هو الدرس ده. كل النقط اللي جاية بعد كده قيد وقلب، قيد وقلب، حاجات كده بسيطة في التفاريح. لكن ده كده انت لو خلصت درس تكوين رأس المال في القيود اليومية يعني، فده أكبر درس في القيود اليومية. كده احنا الحمد لله لو انت فهمت ده يبقى انت كده عديت 80% من حجم المنهج. مش هقول لك خلصنا المنهج ب 80%، لا، أنا قصدي على كبر المنهج خلصت نسبة كبيرة من القيود اليومية. القيود اليومية اللي جاية بقى حاجات كده كل حاجة قيد وقلب، قيد وقلب. هناخد دلوقتي حاجات صغيرة. معلش يا دكتور، كنت بعد حضرتك بقول لحضرتك، وانت دلوقتي كنت بتتكلم في مسألة احنا حليناها اللي هي بدء المحل المشروع التجاري أجهزة 20,000 ومعدات 100,000 ودائنون وأوراق دفع، فحضرتك ليه قلت ساعتها فيها من المصريين لا، انا كنت بختبركم. تلاقي الصوت قطع عندك ولا حاجه ولا خرجت؟ انا حطيت اوراق الدفع فوق، قلتها ما كتبتهاش، قلت اوراق دفع عشان اشوفكم مركزين معايا ولا لا. لكن اوراق الدفع في الطرف الثاني، انا بتكلم على قبليها. فانا لما جيت حضرتك عملت بعدها مساله فضلت كله. طيب استاذنك عشان ما تلخبطوهمش هما، بعد ما نخلص المحاضره يبقى ابعتي لي الورق اللي معاك على الواتس واساليني على الواتس واجاوبك. حاضر ماشي، عشان انا ملصم الناس دي والله. طب ماشي، بس الاوراق ولا طب استني بعد المحاضره، بعد المحاضره حاضر، ابعتي لي على الواتس واتابع معاك يا دكتور. يا دكتور طيب استاذنكم بس اي سؤال بعد المحاضره عشان ما ناخرش بعد اذنكم، اي سؤال خلوه بعد المحاضره عشان بس الناس اللي في الشغل والناس اللي خارجه عن البيت تعرف تروح. بس بعد المحاضره انا هقعد معاكم، مش باشا انا في البيت، بس نخلص بس المحاضره. في اسئله ثانيه بعد المحاضره خلاص. يلا نيجي للمحاضرة الثانية. خلاص يا جماعة، قلت أي سؤال بعد المحاضرة خلاص. يلا نبدأ حاجات دي، أي سؤال بعد المحاضرة. يلا هنبدأ نقطة تانية. النقطة الثانية دي بتتكلم على زيادة وتخفيض رأس المال. أدي رأس المال. إحنا قلنا طبيعة الحساب في رأس المال طبيعته دائن، لسه واخدينه الى حساب رأس المال. رأس المال في حالة الزيادة وفي حالة التخفيض. في حالة الزيادة قلنا طبيعة الحساب في حالة الزيادة، الأستاذة اللي كانت بتسألني على اللي يزيد دايما مدين واللي ينقص دايما دائم، هي جات لك السؤال ده. أنا رأس المال طبيعته دائم، في حالة الزيادة يفضل دائم، في حالة التخفيض النقص يعني يتحول لمدين. اللي فتح المايك ايه؟ يبقى أنا كده رأس المال طبيعته دائم، لو زاد يفضل دائم، لو نقص يتحول لمدين. طب ازاي رأس المال بيزيد وينقص؟ سيادتك زيادة رأس المال بيكون بغرض التوسع،
يعني ايه بغرض التوسع؟ يعني سيادتك دلوقتي انت فاتح محل، هوبا ربنا كرمك والمحل بتاعك اشتغل ما شاء الله، يقول لك انا هفتح فرع تاني للمحل، عندي محل وهشتري له مخزن، عندي محل وهشتري له عربيه توصل الطلبات للناس، عندي محل وهشتري محل تاني، عندي محل وهعمل كذا، يبقى انا كده بتوسع بزود راس مالي. عكسها تخفيض راس المال، امتى بيتخفض راس المال؟ في حالة عدم الاستخدام او لا قدر الله في الخسارة. يعني انا عندي ثلاث فروع من المحل بتوعي، واحد صار، انا عندي محل في فيصل، واحد في الجيزة، واحد في الجامعة. من المحل اللي في فيصل مش شغال هقفله، ما انا مش مستخدمه. عندي ثلاث عربيات، منهم عربية مش شغالة، منهم عربية ما بستخدمهاش، أخلص منها. يبقى أنا كده بخفض رأس مالي، ما أنت أي حاجة هتنزلها من الشركة بتاعتك، أي حاجة هتنقصها، لازم تسجلها في الدفتر بتاعك، إنك أنت بتنقصها. تمام. يبقى أنا كده شايف في الموضوع إن إحنا عندنا زيادة لرأس المال وتخفيض لرأس المال. وقت ما رأس المال يزيد يفضل زي ما هو ده. لكن الناس يتحول لمدينة. يا حسام لو فتحت المايك تاني انا هطلعك بره كده. اللي فتح المايك يقفل. خلونا نخلص بقى يا جماعه. اللي فتح المايك يقفله يا جماعه. ايه شوفي مين فتح المايك وخرجيه حالا من المحاضره. احنا كده عندنا زياده راس المال وتخفيض راس المال، وهو ده مفتاح الحل بتاع الجديد. احنا خدنا مساله تكوين راس المال كلمه بدأ واستثمر، قلنا ده تكوين راس المال. طب مفتاح الحل بتاعي في المساله دي هيكون ايه؟ زياده وتخفيض. طب شكل السؤال بيجي ازاي؟ أراد صاحب المشروع زيادة رأس مال الشركة عن طريق أراضي ب50,000. أراد صاحب المشروع إيه؟ زيادة رأس مال الشركة، أدي مفتاح الحل بتاعي، زيادة، يبقى في الحالة دي رأس المال بتاعي يفضل إيه؟ دائم، يبقى من حساب أراضي إلى حساب رأس المال ب50,000، كأنها تكوين رأس المال بالظبط، بس المرة دي عن طريق مفتاح الحل زيادة رأس المال. طب واحدة كمان، أراد صاحب المحل زيادة رأس المال عن طريق استخدام آلات ب30,000، معدات ب20,000، وذلك بغرض التوسع. مالكش دعوة بالكلام اللي بيتكتب، انت ليك مفتاح الحل بتاعك، دور على مفتاح. أراد صاحب المحل ايه؟ زيادة رأس مال الشركة. طب هتزوده عن طريق مين؟ قال لي عن طريق الآلات المعدات. استأذنك يا دكتور تعدها تاني عشان بكتبها من وراك. لا سيادتك انا بصور لك الورقة وانزلها، ركزي معايا معلش. يا دكتور. ما انا مسحتها. طيب زيادة رأس المال عن طريق استخدام آلات ب30 ومعدات ب20، يبقى انا كده بزود رأس مال، زيادة رأس المال المرة دي عن طريق مين؟ آلات ومعدات، حاجتين. قلنا لما يكون عندي أكتر من حاجة بعمل حساب إيه؟ مذكورين. اللي جاب مذكورين هنا؟ لا يا حبيبي، مذكورين ده علم ومحاسبة. اي قيد فيه اكتر من حساب بتحط مذكورين، ايا كان انت في انهي درس، ما
ملهاش علاقة بالدروس. تمام. آلات ومعدات، عندي حاجتين في الحالة دي، هقول من مذكورين. أدي حساب آلات 30,000 وحساب معدات 20,000 إلى حساب رأس المال بال50,000. طبعا ال50,000 دي اللي هي 30 زائد ال20. طب تعالى نشوف التخفيض. أراد صاحب المشروع تخفيض رأس المال عن طريق مباني ب60,000، أجهزة 80,000. تمام. أراد وذلك لعدم الاستخدام. انا بحاول اكبر لك السؤال عشان اعرفك ان انت ماشي على مفتاح حل، مالكش دعوه باللوكلوك اللي بيدي، انت دور على مفتاح الحل بتاعك. اراد صاحب المشروع ايه؟ تخفيض راس المال. يبقى وانا مغمض على طول من حساب راس المال، وانا مغمض على طول، ودي الحالة الوحيدة اللي بيجي فيها رأس المال مدين في حالة مين؟ التخفيض. يبقى من حساب رأس المال وانا هخفض عن طريق حاجتين، مباني واجهزة، يبقى إلى مذكورين، مباني 60,000، واجهزة 80,000، الإجمالي بتاعهم 140,000. يبقى دي الحالة الوحيدة اللي يجي فيها رأس المال من فوق في الطرف المدني، دي الحالة الوحيدة فقط اللي رأس المال بيتحط فيها في علم المحاسبة، مش في مادتك، في علم المحاسبة دي الحالة الوحيدة اللي بيتحط فيها رأس المال في الطرف المدني. امتى؟ في حالة التخفيض. واحدة كمان، أراد صاحب الشركة تخفيض رأس المال عن طريق سيارات ب50,000. ها، أراد صاحب المشروع ايه؟ تخفيض. أول مرة كلمة تخفيض، يبقى من حساب رأس المال إلى حساب السيارات ب50,000. لو فكرت في السؤال هتلاقي إن رأس المال طبيعته دائم، ولما خفضناه اتحول لمدين. في نفس الوقت السيارات إيه هي؟ أصول، والأصول طبيعتها مدينة، طب لما خفضناها اتحولت لدائم. لو فكرت في السؤال من ناحية مدين ودائم هتلاقي نفسك ان انت عرفت الاتنين مع بعض، بس انا دايما بعوض الطالب على مفتاح حل واحد، مش هلخبطك بالسيارات والمباني والوصول وزادت ونقصت، انا عايزك لمفتاح حل اللي يسهل عليك. انا بدرس زيادة وتخفيض رأس المال، يبقى مفتاح الحل بتاعي تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال، مش هقول لك الوصول هنا زادت ولا نقصت عشان ما لخبطكش، بس انا بقول لك بقى للي فاهم، للي فاهم هيقول لك اه تخفيض رأس المال، رأس المال طبيعته دائم، ولما تخفض اتحول لمدين، وفي نفس ذات الوقت السيارات اصول والاصول مدينه، وهي اتخفضت فتحولت لدائم. ادي موضوع زياده وتخفيض، بس انا عايزك تمشيها على رأس المال. كده خلصنا درس زياده وتخفيض رأس المال، عشان كده بقول لك درس تكوين رأس المال هو أكبر درس، لكن كل الدروس اللي جاية نقطة وخلاص. يبقى احنا كده خدنا تكوين رأس المال وخدنا زيادة وتخفيض رأس المال. نزود ولا كفاية عليكم؟ براحتك. كفاية كفاية يا دكتور. يا لهوي.
كفايه يا دكتور، حلو قوي كده بجد. طب اسمع اخوكم اتفضل يا استاذ عبد. خلص هروح اخد سندوتش همبرجر. يا دكتور اتفضل يا حبيبي. اللي احنا اخدناه النهارده بشر موجود على اليوتيوب طبعا قناه حضرتك. بس ما الفيديو بتاع الترم الاستعدادي موجود بتاع الترم اللي هو على فكره زياده كلمه ولا نقص كلمه، بس كل الفكره ان انا بحب كل ترم ان انا يعني ايه احط التاتش بتاعي معنى صح، يعني اعمل لك فيديو ان شاء الله وانزله لك، بس الفيديو اللي موجود ذاكره. انا الفيديو اللي انا عامله ان شاء الله انا كده كده هدخل اتفرج عليه تاني، لازم اراجع بالظبط. انا بس الفكره بس ان انا يعني بدور على وقت فاضي بس عشان اعمل لكم الفيديو، اعمل لكم فيديو للرياضه وفيديو للمحاسبه اللي هي المحاضره بتاعت النهارده والمره اللي فاتت. لكن هم موجودين اصلا على اليوتيوب والمنهج ما اتغيرش، هو نفس النقطتين اللي هقولهم هنا هم اللي هقولهم هنا، بس زياده التمارين السي يعني صغيره. خلاص طيب، خلاص سؤال كمان ممكن اروح اخد سندوتش في تمرينات او حاجه هتديها لنا مثلا تقدر تسمح لنا باستمرار بنفس التمرين حتى دايما انت معايا باذن الله سواء على الجروب او حتى في السنتر، سواء بتاخد معايا او ما بتاخدش، انا اللي معايا في السنتر دايما بصفه مستمره انا بخليهم يحلوا معايا زي ما انت شفت كده ان انا ايه يلا سؤال وتحلوه وهناخد دلوقتي واجب وهتحل. طب الناس اللي مش هتاخد معايا ممنوعين يعني؟ لا طبعا. على الجروب بتاع الواتس ايا كان الجروب اللي انت مشترك فيه سواء بتاع السنتر او الاونلاين هتلاقيني ممكن في اي وقت كده يلا يا جماعه امتحان للكل. واروح اعمل امتحان للكل وابعت لكم شويه اسئله اعمل لكم فيديوهات ما تقلقش ان شاء الله. ماشي يا حبيبي؟ اوكي ماشي دكتور. الشكر لله. لو سمحت يا دكتور. اتفضل. بالنسبه للجزئيه الاخيره اللي هي فيها التخفيض والزياده ممكن يعني السؤال يدخل في الجزئيه برضه بتاعت اللي هي الاصول والخصوم، يعني يبقى في تخفيض وزياده واصول وخصوم في نفس السؤال ولا دي جزئيه ودي جزئيه لوحدها؟ انت قصدك تكوين راس المال، تكوين راس المال وزياده وتخفيض. لا ما ينفعش السؤالين يخشوا على بعض طبعا. ما ينفعش. بص يا حبيب معلومه ليك تكوين رأس المال هو بداية المشروع، أنا لسه هفتح مشروع، لكن زيادة وتخفيض رأس المال زي ما كنت بقول لك كده، أنا عندي محل يعني أنا أوريدي فاتح بالفعل وعايز أزود تمام؟ أو لا قدر الله أخفض، يبقى زيادة وتخفيض رأس المال والنشاط شغال، لكن تكوين رأس المال ده لسه هفتح المشروع. تواصل كده تمام فمش هينفع الاثنين يخشوا على بعض. طيب استنى الله يكرمك، استنى عشان اللي عايز يمشي فانا هكتب الواجب عشان اللي عايز يمشي يدخل. يلا الواجب بتاعكم يلا. وبعد كده يا دكتور بعد اذنك سؤال قولوا صوت عشان انا ما انا هقول يا دكتور بعد اذنك سامعني؟ سامعك والله. انا اقصد بالطريقه مش شايفه صوره والله مش الصورة كلها. يلا يا باشا معايا دكتور معلش الواجب بين قوسين اتش دبليو اللي هو اختصار ريموت. كبرنا على فكرة يا دكتور. بدأت الشركة نشاطها التجاري بمبلغ 100,000 جنيه سيارات 80,000 جنيه أراضي 90,000 جنيه معدات 2 استثمر بعد ما خلص المالك 200,000 جنيه تم ايداع 50,000 جنيه
في خزينة الشركة والباقي تم إيداعه في حساب البنك. الله الله سبحانه. بيدني بيدني حاضر. ده صعب يا دكتور، استثمر المالك سهل ولا صعب؟ استثمر المالك 200,000 جنيه، تم ايداع 50,000 جنيه في خزينة الشركة والباقي تم ايداعه في حساب البنك. ثلاثة، أراد صاحب الشركة زيادة رأس مال الشركة عن طريق سيارات 60,000، 80,000، معدات 50,000. أربعة، هو ده بقى اللي أنا كنت بكلمكم عليه في بداية المحاضرة. أعرف كل نقطة وكل سؤال تبع إيه، بعد كده لما نفهم آخد سؤال مجمع بقى ده هعرف ساعتها ده بتاعين ده بتاعين ده بتاعين. أدينا خدنا واحدة بداية، واحدة استثمر، واحدة زيادة، ودي واحدة تخفيض. أراد صاحب الشركة تخفيض رأس مال الشركة عن طريق أثاث 30,000، وذلك لعدم استخدامها في نشاط الشركة. والله يا باشا ارجي زي ما انت عايز، انا طه ابو كامل قال لي على مفتاحها تخفيض رأس المال، خد يلا ارجي بقى زي ما انت عايز. تمام. سؤال رقم خمسة، بدأت الشركة نشاطها التجاري آلات 100,000، أراضي 200,000، أساس 90,000، مدينون 40,000، دائنون 30,000، أوراق دفع 20,000. كفاية عليكم الخمسة دول. ممكن حضرتك تصور لي الورقة دي؟ هصور لكم ورقة الواجب وانزلها لكم حاضر. الحل يتبعت لي على الخاص مش على الجروب، لان انتوا سيادتكم في ناس بعتت الحل على الجروب وانا كده صح ولا ايه على الجروب؟ طب نعم صلاة النبي. الفكرة في الواجب وبعدين حضرتك على الخاص وحضرتك ما بتقوليش حضرتك ما قلتش. طب بعد اذنكم هكمل بس البقين اللي انا حافظهم. الفكرة في الواجب ان انا عايز اشوف انت صح ولا غلط، فاهم ايه مش فاهم ايه، اللي واقع قدامك اللي مش واقع كده، عايز اشوف الدنيا دي. دي أول. ثانيا، فكرة المحاضرة النهاردة إن أنا عملتها كبأسلوب مجاني، إحنا دايما ككورس إحنا بنعمل المحاضرة الأولى بس أنا كمحاضرة تانية عملتها مجانا لسبب إن أنا أحطك على أول الطريق فكرة المدين والدائن، وتجرب سؤال مدين ودائن بحيث لو اشتركت معايا أو حتى ما اشتركتش معايا هتعرف تشتغل، هتعرف يعني إيه مدين ويعني إيه دائن، هتعرف
طبيعه الحساب من ناحيه المدين والدائن، مين اللي بيجي مدين ومين اللي بيجي دائن، انت هتقيس على كده في خلال المده. طبعا لو سمحت ممكن ان شاء الله ان شاء الله طبعا كتسجيل كورسات واسئله على الكورسات والتفاصيل كلها خلوها معلش مع الدكتوره بسمه. انا خدت الموضوع ده، هي الدكتوره بسمه ماسكه الاداره كلها. المهم اللي عايز اوصله لك حاجه بأمانة الله ووعد سواء انت معايا او مش معايا، محدش يتكسف محدش يتحرك، اللي عنده سؤال يسأل اي وقت، سواء يا حبيبي بتاخد معايا او ما بتاخدش معايا او ما بتاخدش خالص، مش شرط تكون بتاخد درس، في ناس ما بتاخدش دروس اساسا. مش شرط تكون بتاخد كورس عشان تسألني، عشان انا اكتر من حد بعد محاضرة الاونلاين اللي خرج من جروب الاونلاين وانا مش هقدر اخد كورس. طب خليك معانا هتستفاد. هو الفكره مش فكره، احنا مش تجار علم، احنا مش بنبيع العلم بالفلوس، لا والله ما عندناش الحته دي الحمد لله. وتقدروا تسالوا الترمادي اللي فات، احنا شغلنا كنظام وشغلنا تعليم مفتوح، والمدمج من ساعه ما فتح واحنا السنتر الوحيد اللي متعامل مع، فمش شرط تكون بتاخد معانا عشان تسالنا اي سؤال. لا يا حبيبي اسالنا في اي وقت. صح طبعا. دي حاجه يعني ده علم ومحدش يقدر يخبي العلم. ربنا يبعد القوه عنك ويرضى عنك يا رب. ربنا يكرمك باذن الله ويرضى. اللي عايز يخرج يتفضل. مش عايزين نسال حضرتك كده كمحاضره خلصنا. اللي عايز يخرج يتفضل، اللي عايز يسال اي سؤال يتفضل. ربنا يكرمك يا دكتور ان شاء الله باذن الله ونعرف ميزان حسناتك، بس انا عندي بس حاجه بسيطه. انا عايز كنت يعني المحاضره زي كده بعد ما ان شاء الله اعرف ارجع لها تاني، ممكن في اوقات مثلا بعد الشغل اوقات بريك. ما انت لو مركز معانا يا